السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البري أوبراتيف فلويد مانجمنت، الموضوع الذي يبدو سهلا وبسيطا بل وتافها وعبيطا، لكنه الحقيقة سهل وبسيط لكنه ليس بتافه وليس بعبيط، بل هو موضوع فن يدونه الأعمار. وخلال ال 30 40 سنة اللي فاتوا اتغير كتير السياسات بتاعة استخدام المحاليل في البري أوبراتيف ديوريشن. يعني في الثمانينات كنا بنستخدم حاجة اسمها ليبرال فلويد مانجمنت، بعديها في التسعينات بقينا بنستخدم حاجه اسمها، مش احنا يعني هو في الدنيا يعني بيستخدموا حاجه اسمها ريستريكتيف فلويد مانجمنت. الفكره في الريستريكتيف فلويد مانجمنت ان الليبرال فلويد مانجمنت اكتشفوا ان المريض بياخد محاليل كتير قوي. الاول كان المريض بياخد محاليل قليله، فكان بيجي له هايبوفوليميا، بتعمل تيشو هايبوبرفيوجن، بتعمل اورجان ديسفانكشن، بتعمل اسكيميا وحاجات زي كده، زي ما مثلا بيحصل اول حاجه بيحصل فيها مشكله السبلانكينك سيركيوليشن، فبيحصل اسكيميا في الانتستين، فلو عيان بيعمل ميجر ابدومال سيرجري يحصل ديليد هيلينج وممكن يحصل فيستولا وحاجات زي كده. فالمهم قال لك ايه، طب بحبح له المحاليل، ادينا له ليبرال فلويد مانجمنت، طلع ان في هايبر فوليميا. الهايبر فوليميا طلع لها مشاكل شبيهه بالهايبوفوليميا، فجم قالوا لا احنا عايزين نخف المحاليل شويه بحيث العيان يطلع في الاخر زيرو بالانس. سموا القصه دي ريستريكتيف فلويد مانجمنت. لو ان ريستريكتيف فلويد مانجمنت بيحصل منها مشاكل شبيهه بالهايبوفوليميا، بل ان الدراسات بتقول ان العيانين اللي بيخشوا ميجر ابدومينال سيرجري اللي بيجي لهم اكيوت كيدني انجري نسبتهم في الليبرال فلويد مانجمنت 5%، في الريستريكتيف 8.6%. فبداوا يعدلوا في الريستريكتيف فلويد مانجمنت، طب احنا عايزين ندي العيان محاليل زياده شويه، فخلوه بوزيتيف 2 ليترز انترا اوبراتيف، يعني العيان بيمشي ريستريكتيف، عملوا الجراحين الريسكشن والانستيموز بتاعتهم، افتحوا له محاليل طلعوا بوزيتيف 2 ليترز. لما عملوا كده لقوا العيانين الرينال والعيانين الكاردياك بيحصل لهم مشاكل هايبر فوليميا، فوليوم اوفر لود، بالمونري ايديما، ممكن الموضوع يتطور اكتر من كده. فقالوا طب خلاص خلي الموضوع ده، خلي العام بوزيتيف 2 ليترز، مش في العمليه لا، بوزيتيف 2 ليترز في ال 24 ساعه كلهم. مثلا العيان هيخش العمليه 8 الصبح، يبقى 8 الصبح تاني يوم انا عايزه بوزيتيف 2 ليترز، مش لازم انتر اوبراتيف. عملوا القصه دي وبعدين قالوا طب ما احنا يعني بدل ما احنا عمالين نخبط في الحلل كده، طب ما تيجي نعيد الامور الى نصابها الصحيح، نتعامل مع المحلول باحترامه، ان المحلول ده مش ميه من الحنفيه بنديها للعيان وخلاص، لا المحلول ده عباره عن دواء، وهذا الدواء له انديكيشنز وكونترا انديكيشنز وله سايد افكتس وكومبليكيشنز وله ستارت تايم انا هبدا فيه، ولازم احدد هوقفه امتى. ولو انا العيان ده مثلا رينال، طب انا هبدا اتخلص من المحلول دي ازاي، اعمل له اي نوع من الدياليسيز، هل سي ار ار تي ولا الكونفنشال، وحاجات زي الموضوع بدا يكبر منهم يعني. وعين بدا يقول لك طب انا بدي المحاليل اصلا ليه، انا بدي المحاليل عشان ريسسيتيشن ولا عشان مينتننس ولا بديه عشان انا بديه كنيوتريشن مثلا او ريبليسمنت البلاد لوس يورين ايا كان الوضع. فقالوا طب احنا نشوف كمان احنا لما هندي المحاليل العيان يعني هيستفيد بيها ولا لا. احنا عارفين كلنا ان لو العيان هايبوتنسيف فقد يكون سبب الهايبوتنشن حاجه من ثلاثه، يا يعني مشكله في البريلود اللي هي في هذه الحاله هايبوفوليميا مثلا يبقى محتاج محاليل، او مشكله في الكونتراكتيليتي، مشكله في الهارت نفسه، سواء هي فانكشنال مريض مثلا عنده مالجنانت اريزميا او عنده اكستنسيف ام اي مثلا، او تكون ميكانيكال زي الكاردياك هامبوناد اللي عامل له فيكسد كاردياك اوت بوت تمام كده، او تكون المشكله رقم ثلاثه ديكريز في السيستميك فاسكولار ريزيستنس، فمثلا حاجه زي المريض بياخد مثلا انتي هايبرتنسيف ميديكيشنز. فقالوا احنا عايزين نعرف المريض مشكلته فين عشان ما يكونش مشكلته في الكونتراكتيليتي مثلا ادي له محاليل زياده يبقى اوف فوليوم اوفر لود، لا انا لو كده المشكله في الكونتراكتيليتي ادي له انتروب، لو مشكلته في السيستميك فاسكولار ريزيستنس ادي له فازو بريسور. فقالوا خلاص هنعمل حاجه اسمها فلويد ريسبونسيفنس اسيسمنت، انا عايز اشوف المريض ده هل هو فلويد ريسبونسيف، يعني انا لو اديته محلول هل هو هيستجيب ليه وهيستفيد منه ولا هو مش فلويد ريسبونسيف، فابدا اشوف مشكلته في الكونتراكتيليتي ولا في السيستميك فاسكولار ريزيستنس. فبدانا الحاجات اللي احنا بنستخدمها، ان العيان مثلا تاكي كارديا، لا العيان ده عنده هايبوتنشن، العيان ده عنده ديكريز ديورين اوت بوت، عنده ديكريز سنترال فينس بريشر، بدا يحصل كذا كذا الحاجات دي. فبداوا يستخدموها فتره وبعدين قالك الحاجات دي كلها حاجات استاتيك لا تعبر عن الحقيقه، ممكن العيان يكون عنده تاكي كارديا عشان مش نام كويس وعنده بين، ممكن يكون هايبوتنسيف عشان تفتح له كتير فديب اناسيزيا، ممكن السي في بي يكون عالي عشان في بيب في الفنتيليشن، ممكن يكون قليل عشان حاجات تانية. فالمهم قالوا طب احنا عايزين نشوف حاجة تانية
تكون دايناميك ومتغيره مع المريض نفسه الفسيولوجي بتاعه. فعملوا حاجه اسمها الجول دايركتد ثيرابي، ان انا عايز احط فيسيولوجيكال تارجت معين، الفسيولوجيكال تارجت ده مرتبط بحاجه دايناميك بتتغير مع الريسبونس بتاع المريض للمحاليل او اي حاجه تديني دليل ان كان هو محتاج محاليل ولا لا. فكان الحاجه اللي هم اشتغلوا عليها اساسا اللي هنتكلم عنها برضو النهارده باختصار، حاجه اسمها ستروك فوليوم فاريشن، في حاجه اسمها فرانك ستيرلينج لو هنشوفه بعد شويه، او فرانك ستيرلينج كيرف. الكيرف ده فيه اجزاء معينه منه لو المريض موجود فيها يبقى محتاج محلول، وفي جزء تاني فلات لو المريض وصلنا ليه يبقى اللي عنده هايبر فوليميك ومشكلته مش في المحاليل ومشكلته في حاجه تانيه وهكذا. ده ملخص الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده. احنا اتكلمنا قبل كده عن المحاليل في الفيديو بتاع الاوسموزس، عملنا اي في فلوز اوفر فيو بتبدا بعنوان اسمه تونيسيتي موجود في الديسكريبشن بتاع فيديو الاوسموزس، لو دوست على الرقم دي بالازرق هتشوف الجزء ده بنتكلم عن التونيسيتي ويعني ايه اوزمولاريتي واوزمولاليتي والهايبرتونيك والهايبوتونيك والايزوتونيك سوليوشنز والتوتال بادي ووتر والبادي فلويد كومبارتمنتس بيتوزع فيها ازاي، ولما بندي محلول سواء كريستالويد او كولويد بيحصل ايه في ايه بالظبط. فانت شوف الفيديو ده اللي فات لو انت يعني ما شفتوش قبل كده. فيديو النهارده نتكلم عن الثلاث عناوين دي، ليبرال وريستريكتيف وجول دايركتد ثيرابي، وهنحكي قصه المحاليل من البدايه لحد اخر حاجه اب تو ديت اللي هي موجوده في اوروبا الدول المتقدمه المفروض النهارده يعني. طيب طبعا اتضح من السلايد ده والسبع دقايق اللي عمال نهري فيهم دول ان الموضوع كبير، وموضوع المحاليل مما تفنى دونه الاعمار. يعني في واحد موجود معاصر اسمه مونتي مايتن، ده بروفيسور بريطاني نشر بيبر مهمة جدا 2015 في نيو انجلاند جورنال اوف انستيجيا، غيرت فكرة الناس عن المحاليل. وتقريبا لو حد سمع ملخصات محاضرات الاسا بتاعت الفلويدز خلال الخمس سنين اللي فاتوا مفيش محاضرة مفيش فيها كلمة مونتي مايتن والاستادي بتاعته والكلام ده كله. فالراجل ده عايش عمره بيتكلم في القصة دي، عامل قناة على اليوتيوب اسمها توب ميد توكس، بيعمل فيها بودكاست عن الإراث اللي هو انهانسد ريكفري افتر سيرجري اللي طبعا ليها دور في تطور الحاجات دي كلها، وبيتكلم فيها عن المحاليل مع بروفات من الكوكب كله. ما علينا، احنا نبدا الحوار بتاعنا بان المحلول جه منين. كان في واحد اسمه توماس لاتا، هذا الرجل الفخم 1832 لقى ان المرضى في بريطانيا بيموتوا بسبب الكوليرا، قال لك الناس دي بتموت بسبب الجفاف. وماما كريمة بتقول إن جاله جفاف اديله محلول، فالراجل ده عمل النورمال سلاين لأول مرة وبدأ يديه للمرضى انترافينوس 1832. بعدها بخمسين سنة جه الفاضل سيدني رينجر، هذا الرجل الأنيق. سيدني رينجر ده طبيب وفيسيولوجيست، كان بيعمل تجارب على الضفادع لها اسم ولها نظام مش هنقوله عشان ما نطولش، إنه بيجيب الضفدعة يشق بطنها بالطول يبجها بالمطوة يطلع القلب بره ويقعد يعمل عليه حاجات بالمحاليل كده ويشوف هيحصل ايه. فلقى ان بعض الضفادع قلوبها بتنبض لمدد اطول من البعض الاخر. بدأ يشوف ايه السبب، هل الضفادع اللي استمرت في النبض دي بسبب انها بتحب الحياة وقلبها مفعم بالحيوية مثلا ولا ايه الموضوع. ففي الحقيقة ان هو قلبه هو اللي انجرح لما اكتشف ان المساعد بتاعه بينصب عليه بياخد الفلوس اللي بيجيب له بيها الماء المقطر اللي بيصادف في التجارب، يضرب نص الفلوس في جيبه ويجيب له ماء من الحنفية. المفاجأة ان مية الحنفية طلعت هي اللي بتستخدم في الضفادع اللي قلوبها بتستمر لمدة اطول في النبض بعد كده. حلل المية طلع فيها كالسيوم، قال لك بس يبقى الكالسيوم له لقب الكونتراكتيليتي، فراح ضايف الكالسيوم ومعاه البوتاسيوم بالمرة على النورمال سلاين وعمل لنا حاجة اسمها رينجر سوليوشن. الكلام ده بجد مش تهريج بالمناسبة. بعديها بخمسين سنة جالنا اليكسيس هارتمان، ده طبيب اطفال محترم جدا ورجل وسيم اهو. الراجل ده كان بيشتغل مع الحالات بتاعه شورت باول سيندروم وفي مشاكل عندهم في الاسيد بيز، فقال لك انا عايز احط بفر في المحاليل عشان احسن القصه دي، فحط اللاكتيت على رينجر وسماه هارتمان سوليوشن او رينجرز لاكتيت. اللاكتيت بيروح الليفر يتحول في قصه طويله بايروفيت والاخر بايكارب، بعد كده حصل ان هم عملوا حاجه اسمها رينجر اسيتيت، الاسيد بيروح الماسلز يتحول لايه لبايكارب عشان لو عين هيباتيك ولا حاجه. والنهارده هذه سلسله من المحاليل التي تسمى بالكريستالويدز، بقى في حاجات جديده زي النورموسول والبلازما لايت ايه وحاجات زي كده. في نوع تاني من المحاليل اسمه الكولويدز، الكولويدز دي اللي هي المحاليل اللي الموليكولر سايز بتاعها اكبر من 30000 دالتون. ايه 30000 دالتون؟ قال لك والله البيسل الوول بتاعه في حاجه اسمها اندوثيليال لاير، جواها حاجه تانية اسمها جلايكوكاليكس لاير،
الحاجات دي مش بتسمح بمرور الاجسام اللي حجمها اكبر من 30 الف دالتون بره. فبالتالي لو انت اديت محلول زي مثلا الهستريل اللي هو الموليكولار سايز بتاعه 69 الف دالتون، مش هينفع يخرج بره البلاد فيسل. فالحاجات دي بتستمر انترا فاسكولار بس لمدة طويلة اكتر من طبعا الكريستالويدز اللي هي الموليكولار سايز بتاعها صغير. الكولويدز في منها نوعين، في ناتشرال وفي سينثيتك. ناتشرال زي الالبيومين زي البلازما بروتينز، والسينثيتك زي الهستريل والفولبين والتترازبان والدكستران والجيلاتينز والحاجات اللي بالشكل ده. كان في طبعا اول لما الكولويدز ظهر، طبعا اول هستريل اتعمل، اول حاجه شبه كده اتعملت 1970. قال لك احنا في عندنا خلاف دلوقتي مين فيهم احسن. الكريستالويد الهاف لايف بتاعته، الهاف لايف من 30 ل 60 دقيقه. ليه؟ لان الميوكيوز صغيره، ففريلي بتكروس الكابيلاري وول تطلع بره، وده بيخليني لما بعوض بلاد لوس بدي من 3 ل 4 مللي قصاد من الكريستالويد اللي هديه قصاد كل 1 مللي بلاد العيان نزفه مثلا. يعني ليه؟ لان احنا زي ما اتكلمنا في الفيديو بتاع الاسموزس، المحاليل دي بتتوزع حسب الصوديوم بتاعها، فمن تلتين الفوليوم بتاعها الى تلات ارباع بيكون انترستيشال، والتلت الى الربع او الربع الى التلت بيكون انترافاسكولار بس. تمام؟ فالعين لما بينزف لتر دم هديله من 3 ل 4 لتر من الرينجر بس. طبعا الكلام ده في التوقيت ده، دلوقتي في الريستريكتيف فلويد مانجمنت بيدوا بحسبه تانيه هنقولها بعد شويه. تمام؟ لكن الكولويد زي ما قلنا الموليكولر سايز بتاعه كبير، الهستيرين والحاجات دي كلها بتتكلم 67 الف وطالع. وفي حاجات طبعا يقول لك التترازبان مثلا ده معمول من البوتيتوز، فالحجم بتاعه اكبر كمان من الهستيرين والفولفين. فالهاف لايف بتاعته سيفرال اورز تو دايز. طبعا تو دايز والكلام ده فيه كلام، فيه يعني لغط في القصه دي، بس احنا هنسلم بالكلام ده مؤقتا. وبالتالي لان هو بيستمر انترا فاسكولار والهاف لايف بتاعته طويله، فانا هريبليس الفوليوم فوليوم تو فوليوم. يعني العيان نزف ملي بلاد هديله ملي كولويد بس، مش هدي 3 ل 4 زي ما كنا بنعمل ايه من 3 الى 4 ملي كريستالويد لكل 1 ملي بلاد لوس. هنا لا، في الكولويد هدي واحد لكل واحد. من مميزات الكريستالويدز ان هي رخيصه مقارنه بالكولويدز اللي هي غاليه. الكولويدز بعضها بيعمل ريسك في انافلاكتيك رياكشنز احيانا بتحصل مع الكولويدز، لكن الكريستالويدز مفيش الكلام ده. طبعا اشهر حاجه الايه، الالبيومين مثلا. الكريستالويدز بيقول لك دي مناسبه للمرضى النباتيين، لكن الكولويدز بعضها لا، لان بيكون فيه جيلاتين. طيب هل الكلام ده صحيح اللي احنا بنتكلم فيه؟ طبعا بعد بدايه العقد الثاني من القرن ال21، ده من 2010 كده او حواليها، يعني بدا يقول الكولويدز دي فطشه كبيره جدا، وهي في الاخر زي الكريستالويدز، في على الاقل ان ما كانش يعني في الافكت والكلام ده، على الاقل في الاوتكم. يعني كل الدراسات اللي بتدرس دي ودي او معظمها المحايده تماما والصادقه هتقول لك ان من ناحيه الموربيديتي والمورتاليتي والبوست اوبراتيف اي سي يو او هوسبيتال ستاي ان جنرال الاثنين زي بعض بالظبط. فعشان كده مثلا في بريطانيا حبوا كريستالويدز، في النايس جايد لاينز يستخدموا كريستالويدز اكتر على اساس انها ارخص و و و ومشاكلها اقل يعني نسبيا. بينما مثلا في امريكا زي ما نشوف في الجول دايركت ثيرابي دلوقتي بيحبوا الكولويدز اكتر. ما علينا. لوبو جاب مريض اداله 1 لتر نورمال سالاين اللي هو نايدر نورمال نور فيسيولوجيكال زي ما قلنا قبل كده، ومريض تاني اداله 1 لتر من الهستريل، وبدا يشوف الحاجات دي هتستمر انتر فاسكولار قد ايه. لان السالاين بعد ساعه 68% منه طلع من الانتر فاسكولار فوليوم الى انترستيشن، يعني تقريبا 70%، ويعني تقريبا تلتين الفوليوم طلع انترستيشن. بينما الكولويد اللي هو الهستريل اللي هو ده 16% بس منه بعد ساعة طلعوا انترستيشن. وبالتالي معنى الكلام ده ان الكريستالويدز هتعمل انترستيشن قديمة بعد مدة. قال طب نشوف من ناحية البلاد اكسبانشن كارديك اوتبوت. جاب مريض عنده مودريت هايبوفوليميا وراح فاقعه 1 لتر رينجر لاكتيت او رينجر، ومريض تاني نفس القصة وراح جاي فقعه 1 لتر هستريل، لأن الكارديك اوت بوت والبلاد اكسبانشن اتحسن أكتر مع الكولويدز. في نهاية القصة بتاعت لوبو قال لك إن الكريستالويدز بتسيب الانترفاسكولار فوليوم فاست أند ديوس انترستيشن إديما. الانترستيشن إديما
حاجه مش حلوه، خصوصا ان المريض اللي راح الانترستيشال سبيس مش ميه بس، ده ميه وملح. لو عيان يانج ادلت فات هيقدر يتخلص من الملح والميه عادي، لكن لو مريض كاردياك او عيان رينال او عيان اصلا ريسكي فيه عنده مشاكل يعني، فمش هيقدر يتخلص من الووتر والسولت اوفرلود بسهوله. والمشكله الاكبر هنا مش الميه، المشكله الاكبر بتكون في الملح زي ما هنشوف بعد شويه. طيب ده جريت ديبيت، الصوره دي انا جبتها من برزنتيشن بتاع مونتي مايتن الراجل البريطاني اللي بقول لك عليه، كان هو الاستاذ بتاعته من ضمن كام الذي تطرق اليه، وفي التوكس اللي بقولها دايما بيتكلم على الحكايه دي، ان ده جريت ديبيت اللي هو كريستالويد ولا كولويد، قد مين فيهم؟ فقال لك ان مفيش في كوكب الارض كله على الاطلاق حتى اليوم كونسنسس خاص بالقصه دي، مفيش اجماع مين فيهم افضل. وفي نفس الوقت مفيش ايفيدنس بيزد جايد لاينز بتقول ادي كولويد، لا ما تديش كولويد وادي كريستالويد، مفيش الكلام ده الا في حاجه واحده اللي هو العين السيبتك، ان في السيبتك شوك والاس اي ار اس جايد لاينز بتاعت السيبسيس كامبين وخلافه بيعملوا ريسسيتيشن باستخدام الكريستالويدز، وده له تاريخ اسود في تاريخ الكولويد، يعني ان هم لما استخدموا كولويدز في المرضى دول كان بيجي لهم اكيوت رينال انجري، فاتهموا الكولويدز كانوا حاطينها من ضمن الكومبليكيشن، وبعد كده طلعوها لما عرفوا السبب. السبب ان العيان اللي عنده سيبتك شوك او عنده سيفير سيبسز بيكون عنده انجري او دامج في الاندوثيليال لاير والجلايكوكيليكس لاير اللي اتكلمنا عنها وهنتكلم عنها دلوقتي بتفاصيل اكتر، وبالتالي حكايه 30000 دالتون دي مش موجوده. فالكولويدز اللي بتبقى انتراباسكولار بترشح وبتتسرب بره، فبتروح الكدني تعمل مشكله. لكن لما بنتكلم عن انترا اوبراتيف مفيش حاجه اسمها كده، انت الكريستالويد والكولويد انت بتقيم موقفك. وهو ضرب مثال بالبكره المناديل دي، قال لك ان هو مونتي مايتن لما اتجوز كان بيحط مناديل البكره في البوزيشن ايه، مراته اتخانقت معاه وقالت لا احطها في البوزيشن بي، وفضلوا فتره كده متخانقين لحد ما وصلوا للحل الامثل، وهو مش مهم ايه ولا بيه، المهم تستخدمها صح. فهو بيقول لك ان اعتبر الكريستالويد ايه والكولويد بي، والفكره ان هما الاثنين زي ما قلنا في كل الدراسات من ناحيه الموربيديتي بوست اوبراتيف موربيديتي ومورتاليتي واي سي يو هوسبيتال ستي وخلافه، كل الكومبليكيشن زي بعض، مفيش فرق يرجح واحد عن الثاني يعني. فانت بتستخدمه بحكمتك انت بقى، الموضوع متروك لذكائك الفطري وتقييمك للموقف واحتياج المريض، هل تحب تديله كريستالويد ولا كولويد. لكن مفيش جايد لاينز واضحه ايفيدنس بيز تقول ادي كولويد بس او ادي كريستالويد بس. احنا كانت في البدايه عندنا مشكله، بنرجع بقى لحكايه المحاليل، في الهايبوفوليميا. الهايبوفوليميا بتليد ل مازو كونستريكشن، بيعمل انادكويت برفيوجن، ديكريز الاوكسجين ديليفري تو ذا اورجانز بريفرال تيشو اند بريفرال تيشو، يعني كوزنج اورجان ديس فانكشن. اكتر اول هايبوبرفيوجن بيحصل في السبلانكيك سيركيوليشن، فبيأثر على الانتستين. معظم تجارب والستاديز والبتاعه المحاليل معموله على اوبن ميجور ابدومينال سيرجري، لان دي العمليات اللي فيها انسيجن كبير، العمليات اللي بتقعد مده طويله، المرضى اللي بيحصل فيهم بلاد لوس وبيحصل ثيرد سبيس لوس اللي هنتكلم عنه بعد شويه، تشوف هو موجود ولا طلع اشتغاله ولا ايه قصته يعني. فبالتالي الحالات اللي بالشكل ده لقوا ان مع الهايبوفوليميا بيحصل باول اسكيميا، فبيحصل ديليد هيلينج ويحصل ديهيزنس الووند وبعدين يحصل فيستولا وحاجات زي كده. فقال لك خلاص ما تيجي ندي العيان محاليله بما يرضي الله، تعال نحسب له كده شرعي. فالنموذج اللي قدامنا ده نموذج للمحاليل بالمظبوط طبقا للقاعده اللي اسمها 421 اللي كلنا عارفينها، واللي هي دلوقتي اسمها ليبرال فلويد مانجمنت اللي ما عادش حد بيحبها، لكن معظم الناس بتستخدمها، في ناس كتير بتستخدمها، بل معظم الناس بتستخدمها حتى الان، هنعرف ليه في نهايه الفيديو. عندنا مريض اسمه ريتشارد، سنه 65 سنه، وزنه 70 كيلو، داخل يعمل سمول باور ريسكشن. المريض ده صايم 10 ساعات وعملوا له باول بريباريشن لمده 24 ساعه. باول بريباريشن ان المريض بياخد فورمولا كده او سوليوشن ده فايدته انه ينظف الدنيا يعني. في بعضهم بتاع الباول بريباريشن ده ايزو اوزموتيك، بعدها هايبر اوزموتيك، وبعدها هايبو اوزموتيك. فالمهم احنا عايزين نحسب بقى هندي العيان ده محاليل كام في العمليه كلها. حلو. اول حاجه كلنا عارفين ان احنا بنحسب المينتنس، العيان هياخد كام مللي في الساعه، بقاعده 4-2-1. اول 10 كيلو هضربهم في 4، تاني 10 كيلو من وزنه هضربهم في 2، وبعد كده هضرب في 1. 70 كيلو يبقى اول 10 في 4 ب 40، تاني 10 في 2 ب 20، مجموعهم كده 60. وتفضل 50 كيلو في 1 ب 50
يبقى توتال البلاد فوليوم اللي انا هديه المينتنس بتاعه 110 مللي بير اور، صح كده؟ في طريقه تانية اسهل اللي هي الشورت كات المكتوبه، ان انا بجمع وزن المريض زائد 40 وراح دماغي، يعني 70 زائد 40 بكام؟ ب 110. شفت المفاجاه دي؟ من غير 4 2 1 ولا الكلام ده كله. الشورت كات دي جميله جدا، لكن ليها شرط واحد، ان المريض يكون وزنه 20 كيلو او اكتر. لو اقل من 20 كيلو ما ينفعش تضيف 40، لو اقل من 20 كيلو لازم تحسب. انما 20 كيلو وطالع، حط الوزن زائد 40 يطلع لك المينتنس وخلص نفسك. انا دلوقتي حسبت المينتنس بر اور، بس اللي عندك كان صايم 10 ساعات، فلازم احسب له الديفيسيت بتاعه، الفلويد ديفيسيت كام. فهنضرب ال 110 اللي احنا طلعناها، اللي هي احتياج المريض للمحاليل في كل ساعه 110 مللي، اضربهم في 10 ساعات صيام يطلع له 1100 مللي، يبقى ديفيسيت الصيام بتاعه لتر و100 مللي. اللي عندك كمان عمل باول بريبريشن 24 ساعه، اللوسز بتاعتها تقريبا 900 مللي، يبقى التوتال ديفيسيت بتاع المريض 2 لتر. ال 2 لتر دول بيتقسموا على اول 3 ساعات، اول ساعه بتاخد نص الديفيسيت كله، يعني ال 2 لتر دول هديله نصهم اللي هو 1 لتر اول ساعه، والنص الثاني هقسمه على الساعه الثانيه والثالثه. يبقى انا اديت لتر هنا، اللتر الثاني هقسمه 500 مللي في الساعه السكند اور و500 مللي في الساعه الثالثه. الخطوه اللي بعد كده ان انا هعوض حاجه اسمها الكومبنساتوري فوليوم اكسبانشن من التخدير. دي مش كل الناس، بل معظم الناس ما بتحسبهاش، بس هي موجوده. ماشي، هنحسب ايه؟ قال لك من 6 ل 8 مللي بير كي جي. حاضر، يعني لو انا مثلا وزنه 70 كيلو في 60 بكذا، قول في المتوسط 500 مللي في كل ساعه. ماشي، الخطوه اللي بعد كده هنحسب حاجه اسمها الانسنسبل والثيرد سبيس لوس. اللي عنده بيفقد محاليل، في ميه بتتبخر من بطنه، في مش عارف ايه، في سويت، في كذا في كذا، غير الثيرد سبيس لوس اللي هنتكلم عنه بعد شويه. فقال لك عنده لو العمليه بتاعته هتعمل مينيمال تيشو تروما، يبقى احسب له من 0 ل 2 مللي بير كي جي بير اور، مودريت من 2 ل 4 مللي بير كي جي بير اور، سيفير يبقى من 4 ل 8 مللي بير كي جي بير اور. عنده يعمل سمول باور ريسكشن، يعني في الاول الدنيا مودريت كده، جرح كبير شويه بس الدنيا ماشيه، فنحسب له على 4 مللي بير كي جي بير اور، 4 في 70 ب 280. الساعه الثانيه والثالثه قال لك بقى الدنيا وسعت شويه، وبقى في كلامبنج وفي ريسكشن وفي انستموزس وبطيخ، فخلاص احسب على 6 مللي بير كي جي برضه في اطار ايه، السيفير شويه، ف 6 في 70 ب 420. والساعه الثالثه نفس القصه. الخطوه الخامسه ان انا هاستيميت البلاد لوس. اتفقنا ان بالنسبه للكريستالويدز كل مللي بلاد لوس هعوضه ب 3 الى 4 من الكريستالويد. فاحنا هنحسب هنا، طبعا اللي هنا بنتكلم على الفاليوز بتاعت الكريستالويد ادمنستريشن، انا كل الحسبه دي على كريستالويد بس. اوكي؟ طبعا لكن انت لو اديت كلويد هتدي واحد لواحد. فالمهم اول ساعه هنفترض العيان ما فيش نزيف خالص، فهنحسبه على زيرو. الساعه الثانيه تقريبا براد لوس 100 مللي، لما نضرب في 3 عشان نعوض بقى كريستالويد 3 لواحد، يبقى نديله 300 مللي. الساعه الثالثه هتنزف 200 مللي بلاد بس، يبقى هديله 600 مللي، اللي هو 3 لواحد، 3 في 200 ب 600. جميل. الخطوه السادسه ان انا احسب اليورين اوت بوت واعوضه، في المتوسط قول 100 في الساعه. نجمع بقى كل عمود من دول، كل خبور من دول يطلع كام؟ هتلاقي ان المريض تقريبا بياخد 2 لتر كل ساعه، مجموع الحاجات دي هيطلع 6 لتر وحته صغيره كده. اذا ال 6 لتر دول يبدو ان هم فوليوم كبير، مظبوط؟ لو احنا اعتبرنا ان في الثلاث ساعات كلهم تلتين الفوليوم بس هيروح انترستيشن دي كريستالويد، فتلتين الفوليوم طبقا لكلام لوبو 68% بيطلع كل ساعه بره، صح؟ فبعد نهايه الثلاث ساعات لو افترضنا ان التلت هيستمر في البلاد فيسل زي ما هو مش هيطلع بره، فاحنا عندنا 4 لتر راحوا انترستيشن. هيعملوا اديمه طبعا، هيعملوا ايه، كلام كبير قوي. ولو عنده عيان كاردياك او رينال هيبقى عنده مشكله، فاحنا عايزين نشوف ايه الموضوع. مشاكل المحاليل كتير، بتاثر على التمبريتشر، بتاثر على البي اتش، بتاثر على الالكترولايتس، على الار بي سيز، على الكواجوليشن، على التي ال، على الدبليو بي سيز، على الانفلاماتوري سيتوكاينز. وقف الفيديو واقرا الكلام ده كله. لكن الهايبر فوليميا لها مشاكل تانية زيها بالظبط زي الهايبوفوليميا. اللي قدامنا ده اسمه البيلامي كيرف. الاستاذ بيلامي حط لك الكومبليكيشنز بتاعت المحاليل مقارنه بالفوليوم اللي المريض بياخده، ولا ان احنا عندنا جزء في الهايبوفوليميا بتكون الكومبليكيشن اعلى ما يكون،
بتقل كل ما حكايه الهايبوفوليميا بتتحسن لحد المريض ما بيوصل في ستيت اوف اوبتيمال هايدريشن او اللي بيسموها النورموفوليميا او الايوفوليميا. بعد كده لو احنا زودنا المحاليل بتبدا كومبليكيشن تظهر وتزيد. تمام. طيب قلنا احنا ان الهايبوفوليميا بتعمل تيشو هايبوبرفيوجن، اول حاجه بتتاثر الانتستين، تيشو هايبوكسيا، اورجان فيلير اشهر حاجه الكدني. ولكن الهايبر فوليميا الناحيه الثانيه بتعمل حاجات شبيهه، بتعمل تشو اديما فبتعمل اورجان فيلير، بتزود الاي سي يو والفنتليتور دايز وبتزود المورتاليتي. وزياده المورتاليتي دي حسبوها لو ان المريض لو زاد وزنه بعد العمليه عن الوزن البيز لاين بتاعه بنسبه 10% بتتضاعف فرص الموربيديتيز والمورتاليتيز. يعني عن الوزن 70 كيلو ده وزناه قبل العمليه طلع 70، ادينا له 6 7 لتر محاليل طلع وزناه طلع 77 كيلو، الزياده 10% في الوزن دي بتضاعف فرص الموربيديتي والمورتاليتي. ماشي يا عم، يعني انت عايز ايه؟ عايزين نتصرف المحاليل بس نفهم اصلا ايه مشاكلنا كمان. طيب في حاجه اسمها الجلايكوكيليكس، الجلايكوكيليكس دي ده البلاد فيسل اليومي من جوه، دي اسمها اندوثيليال لاير، وفي حاجه اسمها الجلايكوكيليكس اللي هي الشعر الازرق ده. الشعر الازرق ده الجلايكوكيليكس لاير دي ليها وظائف انها بتبريفنت الكوليسترول ادهيرنس والبنتريشن، بتبريفنت البليتلت ادهيجن، بتبريفنت الليكوسايت ادهيجن، بتريجوليت الفاسكولار بيرميابيليتي دي حاجه مهمه جدا، وبتاسست الكواجوليشن ميديتورز، وبتريجوليت النيتريك اوكسايد ريسبونس. لما زي ما قلنا العين السيبتك حصل عنده انجري او دامج للجلايكوكيليكس فبدات ترشح، بدات ترشح. نفس المشكله بتاعت الجلايكوكيليكس دي بتحصل مع ايه؟ مع الهايبر فوليميا. العيان لما بياخد محاليل كتير بتعمل بالظبط نفس الدامج زي اللي كان بيحصل في العين السيبتك، وبالتالي انت بتعرض المريض لكل الكومبليكيشن بما فيها الاورجان فيلير. لان لو حصل القصه دي معنى كده ان الكولويدز مثلا اللي انت بتديها هتطلع اكسترا فاسكولار وتروح تخبط في الكدني تبوظها لك. فبالتالي لازم ايه؟ نظبط المحاليل لان المحاليل كتير بتعمل مشاكل. زي ما قلنا ان المريض لما بندي محاليل كتير بتروح انت للسيشن بتعمل قديمه، قلنا ان اكبر مشكله هتكون فين؟ في الملح. تمام، لانه مش عارف يتخلص منه خصوصا لو عيان كاردياك او عيان رينال. الصوديوم كلورايد اللي هو المحلول اللي بيسموه نورمال فيسيولوجيكال فلويد، اللي هو دلوقتي ده من 20 سنه كده قال هو ان هو نايذر نورمال نور فيسيولوجيكال اساسا، التركيز بتاعه 9 من 10%. يعني اللتر نورمال سالين فيه كام جرام ملح؟ في 9 جرام صوديوم كلورايد. الاحتياج اليومي للادلت 4.5 جرام بس، والماكسيمم الاود للادلت في اليوم 6 جرام بس. يبقى انت لما بتدي العيان ده لتر واحد بس نورمال سالين كانك اديت له احتياجه لمده يومين. لو اديت له بقى 3 لتر زي ما حصل هتلاقي ان انت بتدي له احتياجه لمده اسبوع، فقعته 6 لتر زي ما عملنا مع ريتشارد كده، يبقى انت اديت له احتياجه من الملح لمده اسبوعين. طب ايه المشكله ما تديله؟ ما احنا قلنا المشكله في الحاجات دي ان الملح فيها كتير، الملح الكتير ده هو صعب جدا ان نتخلص منه، خصوصا لو هيباتيك او رينال او عين كاردياك، العين اللي هو ريسكي بيشنت مش هيعرف يتخلص من الحاجات دي كلها، فيحصل له سولت ووتر ريتينشن، فوليوم اوفرلود، يجي له بالمونر اديما، يجي له هارت فيلير، هو وحظه يعني. طيب يبقى احنا عرفنا ان الهايبر فوليميا او الفلويد او فوليوم اوفرلود له مشاكل، بيعمل انترستيشال اديما، لوكال انفلاميشن، بيامبير الريجنريشن الكولاجين ونيجاتيف افكت مش عارف التيشو هيلينج، وانكريز الريسك اوف ووند ديزيزنس ووند انفكشن اند اناتوميك ليكج، زي ذا الهايبوفوليميا بالظبط. يبقى انت اديت محاليل كتير تعمل مشاكل زي المحاليل القليل. طيب احنا بقى عايزين ال 6 لتر دول نبدا نقللهم. يعني دلوقتي احنا نبدا نمسك 6 لتر اللي اتكلمنا فيهم دول، الصيام والمينتنس بتاع الفوليوم بير اور والكومبنسيشن بتاع الفوليوم اكسبانشن بتاع التخدير والبلاد لوسز اللي بنعملها والانسنسبل وي الثيرد سبيس لوس واليورين اوت بوت. عايزين نمسك الست حاجات دول نقعد نلعب فيهم كده بحيث نخف المحاليل شويه عشان العيان ما يحصلوش المشاكل اللي احنا قلنا عليها. اول خطوه هي صيام المريض قبل العمليه. العيان زي ما حسبنا لما كان صايم 10 ساعات ده نشا عنه ان انا اديت له لتر و100 مللي من ال 6 لتر. هل ممكن الغيهم او اخفضهم؟ قال لك اه، انت اصلا عندك الان بي او جايد لاينز بتقول ان المريض مسموح له ياخد نون الكوليك كلير ليكويدز زي الووتر والفروت جوس وذاوت بالب والنيوتريشن درينكس والكلير تي والبلاك كافي لحد قبل العمليه بساعتين. لو انا قلت لعين الكلام ده قلت له يا عم الهيفي ميل 8 ساعات لكن اشرب ميه لحد قبل العمليه بساعتين،
اشرب شاي وقهوه وفلويد بتاع ده وفروت جوس وذوت بالب لحد قبل عمليه بساعتين. ده ان انا هجيب له النيوتريشن درينكس اللي هي المكتوبه دي اللي هي زي الانشور ده اهو، وهديهوله بايدي قبل عمليه بساعتين يشربه، انا اللي هشجعه ياخد فلويد قبل عمليه بساعتين. الانشور ده او النيوتريشن درينكس دي عباره عن كومبلكس كربوهيدرات درينكس موجوده يا اما اكياس فوار بتتحط في ميه زي الفوار كده وعن يشربها، او زي الانشور بتاع اللي قدامك دي كده. دي فايدتها ان هي بتقلل الانسولين ريزيستنس، بتقلل الثريست والهنجر، بتقلل ريسك اوف اسبيريشن، بتقلل الجاستريك اسيديتي، بتحسن الجاستريك موتيليتي بوست اوبراتيف، العيان يبدا ياكل ويشرب بدري. تمام كده. واهم حاجه بالنسبه لي حاليا ان انا لو العيان بيشرب لحد قبل العمليه بساعتين مش هعوض 10 ساعات صيام بقى، يبقى اللتر و100 مللي دول اترموا فين؟ في الزباله كده، ملهمش وجود. صح كده. كان زمان بيقول لك ما تديش القصه دي في النون دايبي في الدايبيتك بيشنت، الدايبيتك بيشنت ما تديلوش القصه دي خصوصا الكومبلكس كربوهيدرات درينك ده. دلوقتي بيدوه خصوصا لو العيان تايب 2 ولو كنترولد. تايب 1 كنترولد بيدوه، لو تايب 1 مش كنترولد بقى خلاص ايه ده مش هياخد. لكن العين الدايبيتك حتى لما بياخد الكومبلكس كربوهيدرات درينك ده، ده بيقلل الانسولين ريزيستنس وبيحسن الوضع بتاعه، غير ان انت طبعا انت الاوبراتيف بتقيس له السكر وبتبدا تظبطه لو هو محتاج. يبقى انا بالاستراتيجي دي ان بي او جايد لاينز لو انا مشيت عليها بالمظبوط العين بيشرب لحد قبل العمليه بساعتين. انا عايز اقول لك ان في ستادز النهارده ان المريض يشرب لحد قبل العمليه بساعه، وان البيدياتريك بيشنس بياخدوا كوبايه العصير وهم داخلين عمليات. ما علينا. الحاجه الثانيه اللي هي مهمه جدا وكانت كبيره جدا اللي هي الخطوه رقم 4 اللي هي بتاعه الانسنسبل والثيرد سبيس لوسز. فكنا بنحسب زي ما شفنا كده المينيمال تيشو تروما من 0.2 مللي بير كي جي بير اور، مودريت من 2 ل 4، سيفير من 4 ل 8. قال لك تعالى نقسمها الى انسنسبل لوسز والثيرد سبيس لوسز ونحسب دي ودي ونشوف يعني نحتاجه كام. فسنه 77 يا مؤمن 77 واحد اسمه لامك او لامكي، لان الانسنسبل بريسبيريشن دي تقريبا 3 من 10 مللي بير كي جي بير اور بس. يعني العيان اللي وزنه 70 كيلو ده الانسنسبل لوسز بتاعته 20 مللي او 21 مللي في كل ساعه. 20 مللي دي على وزنه ما تطلع ولا شيء. صح. جه واحد اسمه ريدنر عمل نفس القصه لقى 2 من 10. فهم قال لك تعالى نحسب احنا بحبح ايدك شويه وخلي الديلي انسنسبل بريسبيريشن اماونت تو بي نص مللي بير كي جي بير اور. يعني انت لو عاوز تعوضها في العين ده وايدك فرطه قوي هتدي له وزنه 70 كيلو هياخد 35 مللي بس في الساعه. تمام. يبقى في الثلاث ساعات كام؟ هياخد تقريبا 90 مللي، يقول 100 مللي بس. احنا كنا مدين له كام؟ مدين له في القصه دي لتر و100 مللي او لتر و200 مللي. قال لك طب العين ده لو سيبتك بقى وفي فيفر وعنده لوسز اكبر وبتاع، قال لك ده هيطلع برضه نفس القصه 3 من 10 مللي بير كي جي بير اور، بس في الحالات بتاعت السبسس دي العيان اللي في سيفير سبسس ممكن تبحبح له القصه دي شويه. ماشي. الثيرد سبيس لوس بقى طبعا احنا هنا زي ما قلنا لو حسبت 280 420 420 هطلعوا لتر و100 مللي وحاجه. فهنا احنا حسبنا على نص مللي بير كي جي يبقى في الثلاث ساعات هياخد كام؟ هياخد 100 مللي بس، بدل لتر و100 هياخد 100. طب ما جايز الثيرد سبيس لوس كبير. طب ما تيجي نشوف الثيرد سبيس لوس اساسا ده عباره عن سبيس نون اناتوميكال ملوش وجود في الوجود ولا حد عارف هو فين. ده تقريبا مطرح ما الديب بيلاعب عياله كده. فقال لك لما بيحصل سيرجيكال تروما بيبدا الميه ترشح فبتروح السيرد سبيس لوس ده. ماشي يا عم. السيرد سبيس لوس ده فين مكانه؟ محدش عارف. قعدوا يدوروا عليه يمين شمال ويسالوا ويمشوا بقى في الصحراء ويمشوا في البتاع، لقوا ان مفيش حاجه اسمها كده اصلا، مفيش وجود في الوجود لحاجه اسمها ثيرد سبيس اصلا من اساسه. قالوا طب ما يمكن التيشوز اللي احنا بنعمل اللي هي الاوبراتيف سايت نفسه هي اللي بيحصل فيها القصه دي. قال لك خلاص تعال نشوف. جابوا كولون عيان عامل توتال كوليكتومي شال الكولون كله، وزن الكولون اللي اتشال 3 كيلو، حسبوا الميه اللي فيه كام. طلع ان الووتر اكيوميليشن في التيشوز دي من 150 ل 300 مللي في ابشع الحالات. يعني الاستيميتد ماكسيمم فوليوم لوسز في اللي ممكن نسميه ثيرد سبيس 300 مللي، وبالتالي ده صغير جدا و يعني هاردلي كوزز ا نيد فور ريبليسمنت. انت مش محتاج ريبليسمنت اساسا، وعشان كده ذا انتاير كونسبت اوف لوس تو ذا ثيرد سبيس شود بي ذير فور بي اباندنت. الفكره دي اصلا الغاء من تفكيرك خالص وما تفكرش في الثيرد سبيس لوس دي اساسا.
وان كان الفوليوم ده 150 الى 300 دي بتفرق بسبب المحاليل برضو. لو ان العيانين اللي بيبقى عندهم هايبر فوليميا زي ما قلنا اللي بيحصل لهم انجل جلايكوكيليكس والانديوتيليال لاير اللي بتبدا المحاليل ترشح اكتر بيبدا الفوليوم ده يزيد، يعني ال 300 دول هيطلعوا في عيان واخد محاليل اكتر، كل ما زود المحاليل يبقى انت اللي بتعمل الثيرد سبيس وانت اللي بتزود الايه اللوسز اللي فيه، لكن هو اصلا في الاساس مش موجود. طيب يبقى احنا لحد دلوقتي بالنسبه للبري اوبرتيف ديفيسيتس لغيناها بان العيان شرب لحد قبل العمليه بساعتين، مظبوط كده؟ مظبوط. افرض العيان بقى ذكي وصام وما شربش برضه، قال لك ولا حاجه ولا تعوضهم برضه، ليه ما عوضهمش ليه؟ قال لك ما هو في حاجه اسمها اورال انتيك بريك، وانت لما سيادتك بتنام بتصحى الصبح تشرب لتر و100 مللي زي العيان اللي وزنه 70 كيلو ما حسبنا له كده؟ طبعا لا، بتشرب بق ميه، بتشرب 100 مللي، اشرب 200 مللي، عمرك ما هتشرب في حياتك لتر و100 مللي عشان تعوض 8 ساعات صيام، ده طبيعي فيسيولوجيكال انك بتنام ولا بتاكل ولا بتشرب وانت نايم، صح كده؟ كلام لذيذ ماشي. يعني ايه؟ يعني حتى الان لو صايم قال لك ديفيسيت افتر يوجوال فاستنج از لو، اصلا ده بسيط جدا سيبك منه. طب احنا يا حبيبي قلنا ان في حاجه اسمها باول بريباريشن فيها 900 مللي، هنسيبهم؟ قال لك لا، في الفتره دي كانوا بيقولوا للجراحين بلاش الباول بريباريشن دي خالص، ما تعملش باول بريباريشن عشان ما يكونش في جي اي لوسز اللي هم 900 مللي دول. ولو انت رخم ومصر تعملها عندك زي ما قلنا في سوليوشنز للجس للباول بريباريشن، ايزو اوزموتيك وهايبر وهايبو، استخدم الايزو، خليك محترم واستخدم الايزو عشان ما يكونش فيه لوسز كتير. وبالتالي يبقى احنا البري اوبراتيف ديفيسيتس دي لغيناها خالص. ماشي. الانسنسبل بريسبيريشن طبقا للامكي والراجل التاني اسمه ليدنر دول طلعت 2 من 10 3 من 10، هم قالوا نص. هنا قال لك يا عم اعتبرها 1 مللي بير كي جي بير اور في الميجور ابدومينال سيرجري، في اسوء الظروف 1 مللي بير كي جي بير اور. ماشي. الثيرد سبيس طبعا قلنا ملوش وجود في الوجود، فانت انساه اصلا ما تحطوش في دماغك، واليورين اوت بوت لازم يكون ريبليسد. الخطه دي والحسابات دي قادتنا الى حاجه اسمها ريستريكتيف فلويد استراتيجي او ثيرابي، ان احنا عايزين ندي العيان محاليله بالظبط اللي محتاج له بقى، لا يبقى هايبر فوليميا ولا يبقى هايبو فوليميا في نفس الوقت. فعملوا ريستريكتيف فلويد ثيرابي وخلوا التارجت ان العيان يكون زيرو فلويد بالانس. زيرو فلويد بالانس هنعملها ازاي؟ قال لك اول حاجه تعالى نعمل له مينتيننس. المينتيننس ده هيتضمن الانسنسبل بريسبيريشن، او لو انت عايز تضيفها احسبها على نص واحد مش مشكله، لكن المينتنس بتاعنا هيكون 1-3 مللي بير كي جي بير اور وخلاص، من غير بقى تقعد 4-2-1 ولا الكلام ده كله. طب هل الكلام ده صح؟ ما تعالى نحسب العيان، لو ادينا له مثلا في المتوسط على 2 مللي بير كي جي بير اور، عيان مريض وزنه 70 كيلو، 2 في 70 بكام؟ ب 140، انت كنت حاسب له هناك المينتنس 110 بس. يبقى هنا المتوسط بتاع المينتنس بتاعهم اكتر اصلا من المينتنس اللي انت كنت عامله في الليبرال فلويد استراتيجي. طيب بالنسبه للبلاد لوس قال لك احنا هنحسب حاجه اسمها ترانسفيوجن بوينت، هحسب الماكسيمم الاود بلاد لوس اللي انا بعده هدي للمريض دم، فانا هحسبه ايا كان 10% 20% من البلاد فوليوم اللي انت حسبته، او تعمل المعادله بتاعت الهيماتوكريت اللي هو التارجت والاكشوال على مش عارف ايه في البلاد فوليوم، او بتاعت الهيموجلوبين انت بقى وشطارتك. المهم هتحسب الماكسيمم الاود بلاد لوس عند مثلا وليكن 500 مللي، العيان اللي نزل 500 مللي انا هديله دم قبل كده. ايوه، عوض البلاد ازاي؟ كل مللي بلاد لوس عوضه بواحد ونص بس كريستالويد. يا عم ده احنا قلنا من 3 ل 4 هناك. قال لك اه ما هو ده هناك، انما دلوقتي احنا عرفنا ان ال 3 4 اللي تديهم دول منهم 2 3 هيروحوا انترستيشال يعملوا اديمه يعملوا مشاكل اصلا. تمام. فانا مش عايز اعمل اديمه، خلاص انا هدي على 1.5 بس ملي كريستالويد اللي هم بعد ساعه ساعتين مش هتلاقيهم انترافاسكولار اصلا، ولما توصل لترانسفيوجن بوينت تبقى اديله البلاد. طب انت مش مقتنع، اديله يا عم 1 ملي كلويد، 1 ملي لكل 1 ملي بلاد لوس، مش انت مش عاجبك الكلام ده؟ عندك الكلويد لسه زي ما هو. طبعا مفيش بريلود لان احنا مش عايزين ندي محل كتير، مفيش ريبليسمنت للثيرد سبيس لانه ملوش وجود، وقال لك افويد الديب انستيزيا ان الباي سبيكترال اندكس يكون اقل من 40، خلي دايما الباي سبيكترال اندكس ما بين 40 و 60. ليه؟ لان لو انت نزلته عن 40 هيحصل هايبوتنشن، هيحصل بريديكارديا، تبدا انت تقول ده العيان هايبوفوليميك، طب اديله محلول، تبدا بقى ايه الدنيا تلعب في دماغك. لا يا عم خليه نايم زي الناس من 40 ل 60 عشان لو حصل اي تشينج موجود تبقى انت عارف ان سببه
ممكن يكون زي ما قلنا هايبوفوليميا، حاجه مش في البريلود يعني، حاجه في البريلود او حاجه في الكونتراكتيليتي او في الافتر لود. نبدا بقى نشوف القصه فين. وقال لك لو انت اديت العيان التوتال فوليوم اوف بالانس الكترولايت سوليوشن اللي انت اديتها له مودستلي اكسيد زيرو فلويد بالانس، ده حاجه مناسبه جدا خصوصا في العيان الهايبوفوليميا. يعني العيان عنده هايبوفوليميا وعدينا زيرو بالانس بشويه مش هيحصل حاجه. طيب هل الاستراتيجي دي حلوه؟ لا مش حلوه. ليه مش حلوه؟ لان هم لما جابوا ترايل اوف 3000 بيشنت اندر جوين ميجر ابدومينال سيرجي لقوا ان الريستريكتيف فلويد استراتيجي عملت اكيوت اكيوت كيدني انجري بنسبه 8.6% مقابل 5% في الليبرال فلويد ريجيمن. اذا الليبرال من الناحيه دي افضل. قالوا ماشي بس برضه الهايبر فوليميا مش حلوه، طب ما تيجي نعدل على الريستريكتيف استراتيجي. هنعدلها ازاي؟ عملوا حاجه اسمها الريستريكتيف ديفيرد هايدريشن اللي هو كالاتي: هنمشي العين على 1 مللي بير كي جي بير اور في الاول، ومع لو احتاج اديله لو دوز نور ابينفرين انفيوجن، وبعدين مع نهايه الجراحه ابدا اديله على 3 مللي بير كي جي بير اور، بحيث ان العين زي ما قلنا يوصل في النهايه ان هو يكون بوزيتيف بالانس 2 لترز. لو القصه دي برده مش شغاله كويس مع العين الرينال والكاردياك، ففي الاخر وصلوا للستريكت فلويد ثيرابي انك هتخلي عين زيرو بالانس انتر اوبرتيف. لو هيبقى اكتر من زيرو بالانس بشويه مفيش مشكله، بس تخليه التوتال فوليوم بتاعه البالانس بتاعه على مدار ال 24 ساعه كلها بوزيتيف 2 لترز. تمام، يبقى انا بدل ما اديله ال 2 لتر الموج الايجابيين دول انتر اوبرتيف بخليهم على مدار ال 24 ساعه كلها. بعدين طبعا 2003 البرجت براند ستراب دي استادي، الاستادي بتاعت الاخ ده دي من اهم الاستاديز بتاعت الريستريكتيف فلويد ثيرابي التي كانت تدعمها بشده، لان لقى ان الكارنت فلويد ادمنستريشن الحسابات بتاعتنا او بتاعتهم، لان في اماكن برضو مش بتمشي 4 2 1 وكانت بتحط ملي بير كي جي بير اور في الميجور سيرجري. يعني يقول لك ادي العيان على الديفيسيت مثلا والمينتنس بتاعه 15 ملي بير كي جي بير اور وخلاص من غير ما تقعد تحسب، يبقى 15 في 70 ب 775 في 70 بياخد مثلا لتر ونص بير اور وخلاص، دي المينتنس بالديفيسيت بتاعه، وعوض بقى البلاد لوس واليورين وخلاص هتلاقي قريبه من ال 2 لتر اللي احنا حسبناهم. ماشي الكلام كده؟ فلان القصه دي بتزود وزن العيان من 3 ل 6 كيلو، احنا قلنا لو وصل 10 او اكتر بتدبل بتضاعف الموربيديتي والمورتاليتي النسب عنده يعني. فهم عملوا الريستريكتيف فلويد ثيرابي اللي هي بتاع الزيرو بالانس، لقوا ان النهايه يعني الريستريكتيف بيري اوبراتيف انترافينوس فلويد ريجيمين ايمنج ات ان تشينجد بادي ويت ريديوسز كومبليكيشنز افتر الكتيف كولوريكتال ريسكشن، بتقلل الكومبليكيشنز. بعدها 2009 جه الرجاله الظريفه اللي مكتوب اسمها في كوبنهاجن في الدنمارك، وعملوا من على الباب ميد عملوا سيرش كده شوفوا الحالات كلها ايه، لو عشان يعرفوا العين بياخدوا كام في الريستريكتيف وفي الليبرال. فلو الحالات الريستريكتيف بتعمل الكولوريكتال سيرجي بتاخد تقريبا من 900 مللي، يعني في واحد ممكن ده 900 مللي بس، واحد بيديها لحد 2740، ده الرينج بتاع الريستريكتيف اللي هو الحسبه اللي احنا قلناها من 900 مللي ماشي او قول لتر يعني تقريبا الى 2 لتر 740. طب الليبرال كام؟ الليبرال لقوها بيبدا من 2750 2 لتر 750 الى 5 لتر 388 ماشي مللي. ماشي، تلاحظ هنا ان الماكسيمم بتاع الريستريكتيف قريب جدا من المينيمال بتاع مين؟ بتاع الليبرال. فالعام بياخد 2 لتر 740، ايه اللي يخليني اقول ده ريستريكتيف ما اقولش ليبرال؟ هي الفكره مش في الاستراتيجي، الفكره العام خد محلول كام في الاخر. وبالتالي قال لك ان الليبرال فيرسس ريستريكتيف فيكسد فوليوم ريجيمز ار نوت ويل ديفايند ان ذا ليتريتشر وما اعرفش ايه، وان احنا محتاجين مور ستادز ومحتاجين مش عارف مين. فبدا يقولوا طب خلاص تعال نرجع الموضوع لاصله، نرجع كمان خطوه لورا، وقف الموضوع كده نبدا نفكر فيه بالعقل. احنا اتفقنا على البيلامي كيرف، عندنا هايبوفوليميا وهايبر فوليميا والاثنين فيهم مشاكل، وانا عايز العين في الجرين زون دي. الجرين زون دي بتختلف حسب المريض، يانج ادلت فيت هتلاقيها كبيره فاديت له لتر زياده، اديت له لتر قليل ما عندكش مشكله، لكن في عين تاني كاردياك او رينال عنده الاوبتيمال دي صغيره كده فاديت له لتر زياده بقى هايبر فوليميك، اديت له لتر اقل بقى هايبو فوليميك، هيحصل لك مشاكل. طيب يبقى احنا عايزين نظبط الموضوع بشويه عقل، ان يبقى في مونيتورز تقول لنا العين ده اديله محلول ولا ما اديلوش. طيب فرجعنا لحاجه اسمها فرانك ستيرلينج ريليشن شيب اللي هي دي الفرانك ستيرلينج كيرف اللي هو العلاقه بين البريلود والستروك فوليوم. ان انا كل ما ادي بريلود اللي هو المحلول، كل ما ادي بريلود هيبدا الكونتراكتيليتي تتحسن، الستروك فوليوم هتتحسن. ليه؟ كل ما يحصل ستريتش طبعا بالنسبه للفرانك ستيرلينج كونسبت
ان كل ما البريود يزيد الاسترتش بتاع الكاردياك تشامبرز، فبالتالي تتحسن الكونتراكتيليتي. هل ده في المطلق الى ما شاء الله يعني اديت له 100 لتر هيبقى احسن من 5 لتر؟ قال لك لا طبعا، في هنا مستوى معين اللي هو بيسموه بقى الهايبر فوليميا، دي خلاص بقت فلات. فلات يعني مهما تدي له محاليل خلاص الستروك فوليوم مش هيزيد، ولكن هيزيد ايه؟ الفلويد فوليوم اللي في جسم المريض هيبقى هايبر فوليميك. انا عايزه في التارجت زون دي. قال لك خلاص يبقى انا عايز اشوف العيان موجود فين في الكيرف ده. ماشي؟ ده جاي قدام هنتكلم عنه بعد شويه. وقال لك تعالى نتعامل مع المحاليل باحترام زي ما قلنا كانها دراج. دراج ده معناه ان لو دوز ولو ديوريشن ولو دي اسكاليشن. له فور مين انديكيشنز، ريسسيتيشن وريبليسمنت ومينتنس ونيوتريشن. وتسال نفسك اربع اسئله قبل ما تدي اي محلول. When should I start? When should I stop the IV fluid? When should I start removal? وstop removal. وبعد كده تفكر ان في حاجه اسمها فور فيزز اللي هي اختصارها روز، اللي هي ريسسيتيشن اوبتمايزيشن وستيبلايزيشن وايفاكويشن. ما علينا. احنا زي ما هم بقى ماشيين كده نرجع بقى نشوف الموضوع. انا عايز ايه؟ انا عايز حاجه اسمها ايوفوليميا. ايوفوليميا دي اللي هي الجرين زون بتاعت البيلامي كيرف، اللي هي ستيت of fluid volume that allows adequate filling of the cardiac chambers to produce a cardiac output to meet oxygen demands of the body. انا عايز اوصل المريض ده ان يكون ايوفوليميك، يعني الفيلنج كويس، يعني كونتراكتيليتي كويسه، ستروك فوليوم كويس، يبقى البلد اللي يروح للتيشو زي يكون كافي ان يحصل اوكسجينيشن ويوصل نيوترينتس. طيب اديله محلول بناء على ايه؟ قال لك هنشوف بقى حاجه اسمها fluid responsiveness. هل المريض هيستفيد من المحلول ولا لا؟ اللي هي the ability of the heart to respond to alteration in filling volume by modifying stroke volume، اللي هي الكيرف بتاع الفرانك ستيرلينج. هل هو في الجزء بتاع هايبوفوليميا فمحتاج محاليل، ولا ايوفوليميا يبقى خلاص، ولا هايبرفوليميا يبقى انا كده اديت له فوليوم زياده اصلا والمفروض اشوف حل في القصه دي؟ قال لك تعالى نشوف البارامترز اللي احنا ممكن نقيم بيها القصه دي واشوف انا وصلت التارجت بتاعي ولا لا. فقال لك اول حاجه السي في بي. السي في بي التارجت بتاعنا من 8 ل 12 سنتيمتر روتر. المين ارتيريال بلاد بريشر يكون من 65 ل 90، لو اقل من كده اديله فلويد ريسسيتيشن. الميكسد فينوس اوكسجين ساتوريشن اكتر من 70%، لو اقل من كده اديله فازو اكتيف ايجنت. السنترال فينوس اوكسجين ساتوريشن اكتر من 65%، لو محتاج اديله نور ادرينالين. اليورين اوتبوت اكتر من نص ملي بر كي جي بر اور، وده محتاج لو ما ظبطش اديله دوبيوتامين. والهيماتوكريت اكتر من 30، لو اقل من كده يبقى انت محتاج ترانسفيوجن. لو حطينا الكلام ده بشكل مطور اكتر عشان نشوف كل الحاجات اللي كانوا الاول بيستخدموها في الفلويد ريسبونسيفنس، فعندك البلاد بريشر. البلاد بريشر قلنا ان احنا عايزين مين كام؟ 65. قال لك ده بارامتر تعبان. ليه تعبان؟ انا لما يكون التارجت بتاعي 65 ده صح ممكن يكون موجود في الهايبوفوليميا لما يكون السيستميك فاسكولار ريزيستنس عاليه والمين سيستميك بريشر هو الفيلنج بريشر يعني قليل وستروك فوليوم بالتالي قليله، ممكن تلاقي المين 65 عادي بس العيان هايبوفوليميك. في العيان السيبتيك ممكن يكون 65 المين برضو بس السيستميك فاسكولار ريزيستنس في الطراوه والمين سيستميك بريشر قليل وستروك فوليوم عاليه. والهارت فيلير ممكن يكون مين 65 بس السيستميك فاسكولار ريزيستنس عاليه والمين سيستميك بريشر عالي وستروك فوليوم قليل. اذا ال 65 دي لا تعبر عن شيء، مش معناها ان العيان مش هايبوفوليميك، لا عادي ممكن يكون هايبوفوليميك والمين 65 عادي جدا. قال لك طب ما تيجي نشوف الهارت ريت. الهارت ريت نفس القصه، ممكن يكون عالي لما العيان عنده بين انفلاماتوري ريسبونس فازو دايليتيشن، او العيان يكون هايبوفوليميك عادي بس مش شرط، يعني مش شرط يكون معنى الهارت ريت عالي ان هو هايبوفوليميك، ممكن يكون اسباب تانية كمان. طب ممكن يكون واطي امتى؟ مع الميديكيشن بيتا بلوكر، العيان بين فري نام كويس وانت فاتح له فبرادي او عادي يعني. ريجنال انستيزيا او كارديك ديسفانكشن، وبالتالي الهارت ريت جيفز نو انديكيشن اون اتس اون اوف ستروك فوليوم اور ويذر ذا انديفيدوال از فلويد ريسبونسيف ولا لا. طيب اورثوستاتيك تشينجز دي ليها دور، وفي تيست اللي هو اسمه باسيف ليج ريز تيست هنشوفه بعد شويه، ده موجود وافكتيف. الفيزيكال اكزامينيشن المينتال ستاتس بتاعت المريض، اذا العيان متخدر ومفيش مينتال ستاتس اساسا. كابيلاري ريفيل والتمبريتشر، ممكن تبقى الاوضه درجه حراره فيها 16 20 والعيان سقعان او انت مديله محاليل بارده، فده مش مؤشر على اي شيء. تمام.
السكين برفيوجن نفس القصه، اليورين اوت بوت. اليورين اوت بوت قال لك ثلاث ارباع دكاتره الدنيا كوكب الارض بيعتمدوا على اليورين اوت بوت في انهم يدوا العيان محاليل. العيان اليورين اوت بوت قليل، يديله محلول. هل الكلام ده صح في العمليات؟ قال لك في العمليات لا، مش صح. ليه مش صح؟ لان اليورين اوت بوت doesn't always correlate with low blood volume، وممكن يكون دي فيسيولوجيكال ايفنت. ليه بقى؟ الاستريس بتاع العمليه هيطلع في النهايه الدوستيرون والانجيوتنسين 2 والانتيديوريتيك هرمون، الثلاثه هيعملوا صوديوم ريتنشن ووتر ريتنشن، فبالتالي ممكن يكون اليورين اوت بوت قليل اصلا، اقل من نص مللي بير كي جي عادي. بس ممكن يكون في رينال انجري، ممكن يعني، هو ممكن كده ممكن كده. الكلام معناه ان انت ما ينفعش تاخد ده كدليل ان العيان هايبوفوليميك. مش معنى ان اليورين اوت بوت اقل من النص ان هو هايبوفوليميك. طب لحد كام؟ قالك لحد 3 من 10 عادي. اقل من كده، اقل من 3 من 10 مللي بير كي جي بير اور، يبقى انت عندك مشكله في الكيدني. صحيح غالبا يعني تبدا تنفستيجيت هو اليورين اوت بوت قليل ليه. يمكن تكون قسطره اوت، انت مش عارفك، ممكن تبقى اوستراكتد، ايا كان السبب يعني. بس هي اصلا فيسيولوجيكالي في العمليات طبيعي ان اليورين اوت بوت يكون قليل، فما ينفعش تعتمد عليه لوحده. طيب بالنسبه للابراتوري تيست، عندك الفراكشنال اكزيرشن اوف صوديوم واليوريا والبلاد لاكتيت ليفل، طبعا ده مهم، والماكسد فينوس اوكسجين ساتوريشن سليم، السي في بي من حاجات بقى الانترا فاسكولار كارديك كاثرايزيشن سي في بي، والبلمونري ارتري ويدج بريشر والستروك فوليوم فاريشن والليفت فنتريكولار اند ديستوليك بريشر. الحاجات دي ممكن نستخدمها. الدوبلر ايكو كارديوجرافي، عندك الليفت فنتريكولار اند ديستوليك فوليوم، ده لو انت خصمت منه الليفت فنتريكولار اند سيستوليك فوليوم يديك الستروك فوليوم اصلا. ستروك فوليوم، كاردياك اوت بوت، كاردياك اندكس. طبعا في بريطانيا كان في فتره طلع حاجه اسمها كارديو كيو، وقال لك ان اي مريض ريسكي او داخل ريسكي اوبريشن حط له ترانس اوسوجيال ايكو او دوبلر. الدوبلر هيقيس في الايه، في الاورطه، والايكو هيقيس في الهارت، عشان تقيس الستروك فوليوم وتشوف الدنيا عامله ايه. طبعا ده كلام مش متاح في كل الدنيا. طيب يبقى احنا من نهايه القصه دي كلها، قال لك ان الحاجات اللي فوق دي معظمها حاجات استاتيك، البلاد بريشر لوحده لا، هارت ريت لوحده لا، هما الاثنين مع بعض برضه لا، اليورين اوت بوت ملوش اي، مش انديكيشن لوحده ان العيان هايبوفوليميك، ممكن يكون قليل، دي فيسيولوجيكال ريسبونس. كذلك السي في بي ليس مؤشر على اي شيء، انت بتفتح بيه بتلاقي السي في بي بيعلى، تمام، فليس مؤشرا على اي شيء. الحاجات المهمه هنا السترونج فوليوم فاريشن والليفت فنتريكولار اند ديستوليك فوليوم، لو معاك الاند سيستوليك ممكن تقيس ستروك فوليوم ده اهو، او كارديك اوت بوت او كارديك اندكس. طيب يبقى الحاجه الكويسه من كل اللي احنا قلنا فيه ده اهو، الحاجات دي كلها حاجات زي ستروك فوليوم فاريشن، حاجه زي الكارديك اوت بوت، الكارديك اندكس، الحاجات دي قد تكون معبره عن الموضوع، وبالاخص الستروك فوليوم فاريشن. ستروك فوليوم اصلا هو الاماونت اوف بلاد بامبد باي ذا ليفت فنتريكل اوف ذا هارت ان وان كونتراكشن، والنورمال بتاعه من 60 ل 100، والكارديك اوت بيساوي الكارديك اوت بوت بيساوي الستروك فوليوم في الهارت ريت زي ما احنا كلنا عارفين. طيب يبقى انا لو انا عندي وسيله ما اقدر اقيس بيها ستروك فوليوم او ستروك فوليوم فاريشن، هنتكلم عنه دلوقتي ماشي، اقدر اعرف عندها محتاج محلول ولا لا. طيب هنعمل ايه؟ قال لك يا سيدي المعلمين، احنا في الاساس لازلنا عندنا ثلاث اسئله لازم نعرفهم، اللي هو الهدف من القصه دي كلها. هل مشكله العيان في البريلود ولا في الكونتراكتيليتي ولا في الافتر لود؟ صح كده؟ طيب. طب ما احنا نعمل حاجه شبه الفلويد تشالنج تيست كده. احنا كنا زمان لما بنشتغل على سنترال فينوس بريشر على السي في بي، لما كان يبقى السي في بي اقل من 8 كنا بندي العيان فلويد تشالنج، نديله مثلا 200 مللي في 10 دقائق ونشوف ايه اللي هيحصل. والله العيان استجاب وده اتحسنت، يبقى العيان ده كان محتاج محاليل واديله. لو السي في بي من 8 ل 12 بديله 100 مللي في 10 دقائق، لو اكتر من 12 بديه 50 مللي في 10 دقائق. لو انت خايف من الفوليوم اوفرلود يبقى انت بتديله كولويد قلب مثلا 100 مللي في ايه، في دقيقه. طبعا حكايه السي في بي دي قلنا دي خلاص ستاتيك بارامتر وما عادش حد بيعتمد عليها. طيب انا عندي طريقه ممكن اعملها من غير ما ادي العام محاليل وتديني فكره التشالنج تيست، اللي هي ايه؟ اللي هي الباسيف ليج ريز تيست. العين هنحطه في سيمي سيتنج 45 درجه بوزيشن، وبعد كده نايمه فلات، بعد كده ارفع رجله 45 درجه. المفروض الافكت يوصل او يحصل خلال من 60 ل 90 ثانيه. ايه هو الافكت؟ يا اما الدنيا تتحسن يا اما ما تتحسنش. ايه اللي هيخليها تتحسن؟ اللي هيخليها تتحسن ان انت لما رفعت رجل المريض لفوق كده، تمام، عملت له زي ما يكون انت عامل له اوتو ترانسفيوجن، في بلاد موجود كريزيرف في اللور ليمب، هيرجع منه على الاقل 500 مللي للهارت،
وبالتالي لو الدنيا اتحسنت يبقى احنا عرفنا ان العيان كانت مشكلته في الفوليوم، لان البريلود لما اتحسن اهو بال 500 مللي زياده دول مثلا كان هايبوتنسيف، البلاد بريشر اتظبط صح كده. اذا انا ممكن اديله ساعتها في هذه الحاله اديله محلول. طبعا لو انت عملت ده ومعاك جهاز بيقيس ستروك فوليوم فاريشن يبقى احسن واحسن. طيب هل ده جميل؟ ده جميل جدا، بس مشكلته ايه؟ انه مش هينفع في العمليات، عين بطن مفتوحه والناس شغاله، مش هقول لهم بقى ارفع ظهره ونايمه في لاية وارفع رجله، كلام طبعا ايه مش هينفع. فاحنا ممكن نستخدم حاجه تانية وهي طريقه من اتنين. احنا هنقيس ستروك فوليوم فاريشن ده بجهاز، الجهاز ده هنشوفه دلوقتي حاجات بنوصلها على الارتيريال كاثيتر بتجيب لك البالس بريشر فاريشن وتطلع لك ستروك فوليوم فاريشن منه، او في حاجات زي اللي هو اسمه شيتا بتحط الكترود زي الاي سي جي كده بتقيس لك القصه دي، هنتكلم عنهم بعد شويه. المهم ان انا قست ستروك فوليوم فاريشن بطريقه ما، ماشي ماشي. النورمال بتاع ستروك فوليوم فاريشن يكون 10% او اقل. لو انا اديت العيان تشالنج فلويد تشالنج اديت له 250 مللي، لقيت الستروك فوليوم فاريشن اللي الجهاز بيقيسها وبيطلع لك الرقم بتاعها كام؟ 20%، يعني اكتر من 10% صح. يبقى العين ده ايه؟ ريسبونسيف. يبقى انا عرفت ان العين ده موجود، ده طبعا الكيرف بتاع فرانك ستيرلينج كيرف موجود اهو، عندي جزء زحلقه هنا، كل ما العين ياخد كل ما البريلود يزيد، كل ما الاسترتش المسلز يزيد، كل ما الكونتراكتيل يتحسن والستروك فوليوم يتحسن وهكذا. وفي عندي الحته الفلات، معنى ان انا العيان اتحسن الستروك فوليوم فاريشن يعني اكتر من 10% معناها ان المريض ده فلويد ريسبونسيف. طيب قمت مديله كمان فلويد تشالنج طلع 10%، جميل. اديت له فلويد تشالنج طلع ستروك فوليوم فاريشن 4%. اذا انا وصلت النقطه هنا اللي هي تعتبر على الفلات بارت اوف ذا كيرف، يبقى انا مهما اديله محاليل العيان مش هيتحسن. خلاص كده ماشي، بس انا هديت محلول، انا مش عايز ادي محلول. فقال لك خلاص ممكن تعمل مني تشالنج فلويد تيست ان انت تديله كولويد وليكن مثلا حاجه زي الهستريل او بتاع. تاني انا عندي جهاز بيقيس لي حاجه اسمها ستروك فوليوم فاريشن، النورمال بتاعها 10%، ماشي الكلام ماشي الكلام. انا اديت العيان بولس من المحاليل، قست الستروك فوليوم فاريشن طلع اكتر من 10%، يبقى العيان ده هايبوفوليميك. خلاص اديله محلول، اديله بولس كمان بولس بولس لحد ما تلاقي ان الستروك فوليوم فاريشن اقل من 10%، معناها كده ان انت وصلت للفلات بارت اوف ذا كيرف. لو لسه العيان هايبوتنسيف يبقى مش مشكلته في الفلويد، يبقى مشكلته في حاجه ثانيه، الكونتراكتيليتي البتاع. ممكن تعملها ب تشالنج تيست 250 مللي، ممكن تعملها حاجه اسمها ميني فلويد تشالنج تيست اللي هو 150 100 150 في الرينج ده كده. ممكن تعمله بكريستالويد وكولويد، في امريكا بيدوا كولويد في مستشفيات كتير، في اوروبا وبريطانيا بيدوا كريستالويد. طيب هل انا بقى لازم، انا برضو هنا اديت محلول زي ما اتفقنا، انا افرض عن هايبر فوليميك وانا مش عايز اديله محاليل وعايز اعرف الستروك فوليوم فاريشن ده ايه ظروفه بالظبط. قال لك انت عندك حاجه اسمها تشينجز ان ستروك فوليوم اوفر ميكانيكال ريسبيراتوري سايكل. ازاي؟ قال لك فاكر للريج الباسيف ليج ريست تيست ده؟ قال لك بيحصل حاجه شبهه بالظبط في العين اللي على ميكانيكال فنتيليشن. ازاي؟ قال لك لو انت مدي العين ده تايدال فوليوم اكتر من 8 مللي بير كي جي، تمام كده، البوزيتيف انسبيراتوري بريشر، البريشر البوزيتيف بريشر فنتيليشن اللي انت بتعمله ده، الانسبيريشن لما يدخل بيغير الانتراثوراسيك بريشر، فبيعمل كومبريشن على الانفيرو فينا كيفا والناحيه الثانيه على الناحيه دي بقى البالمونري ارتري وبالمونري فينز، فبينشا عن ذلك الاتي: الرايت فنتريكل بريلود بيقل، الانفيرو فينا كيفا اتقفل بالبريشر الكومبريشن اللي حصل عليه، فالبريلود بتاع الرايت فنتريكل بيقل والرايت فنتريكل افتر رود بيزيد في الحاله دي، فالرايت فنتريكل ستروك فوليوم بيقل. الناحيه الثانيه في الليفت فنتريكل بيحصل عكس، الليفت فنتريكل بريلود بيزيد، تمام تمام، والافتر رود بيقل، فالليفت فنتريكل ستروك فوليوم بيزيد وبيكون اعلى ما يكون ات ذا اند اوف ذا انسبيريشن، تمام كده تمام. لما بيحصل بقى الاكسبيريشن يا سيدي المعلمين، البلس بريشر او ستروك فوليوم بيكون مينيمال ديورنج اكسبيراتوري بيريد، يعني بيحصل ان مع الانسبيريشن ستروك فوليوم بيزيد، مع الاكسبيريشن ستروك فوليوم ايه بيقل. ده ستروك فوليوم فاريشن، لو انا قسته تمام اقدر اعرف اللي عنده فلويد ريسبونسيف ولا لا بحكايه ال 10%، اكتر من 10% يبقى محتاج محاليل، اقل من 10% يبقى مش محتاج حاجه. خلاص من غير ما ادي محاليل ولا حاجه اهو، بس الشروط بتاعتها اللي عندكم على ميكانيكال فنتيليشن، ما يكونش العيان ده
الابدومين بريشر عنده عالي، ما يكونش اوبن ثوركس، عشان هنا زي ما شايف البور بريشر والترانس بالمونري بريشر بيزيدوا مع الانسبيريشن، تمام كده. فلو في اوبن ثوركس يبقى انت ما بتقيسش حاجه. وهنشوف دلوقتي فكره ما يكونش عنده اريزميا، لان انا في اجهزه بتقيس على البلاسيدموجرافي فاريشن مع الريسبيريشن، زي مثلا الماسيمو تحط البالس اوزيمتر بيطلع لك حاجه اسمها برفيوجن اندكس، وبيطلع البلاسيدموجرافي فاريشن اندكس، تمام. فده لو العيان عنده اريزميا مش هتظبط معاك. طيب الاجهزه اللي بتستخدم الفكره دي اللي هي بتاعت التشينج في الستروك فوليوم اوفر ميكانيكال ريسبيراتوري سايكل، دي حاجه زي البليو، زي الفلو تراك، الاي في 1000، الحاجات دي بتركب انت ارتيريال كاثيتر توصل عليها الجهاز، بيقيس لك طبعا الانفيزبل بلاد بريشر، ومعاه بيبدا يحسب البالس بريشر فاريشن بسبب الريسبيراتوري سايكل اللي احنا اتكلمنا عنها دي. الناحيه الثانيه في النيكو مالشيتا، ده بيحط الكترودز كده اثنين على جنب الرقبه واثنين على البطن، وبيشتغل بحاجه اسمها بايو رياكتنس، هنتكلم عنها ان شاء الله في الفيديو اللي هنشرح فيه الكارديك اوت بوت ميجرمنت، وبيبدا يطلع تيار كهربي من فوق من هنا، اللي تحت ده بيستقبله ويقيسه، وعن طريقه بيبدا يحسب الستروك فوليوم فاريشن. طبعا المونيتورز دي بتطلع لك كل حاجه، كارديك اوت بوت، كارديك اندكس، سيستميك فاسكولار ريزيستنس، بتحسب لك كل الحسابات وستروك فوليوم وستروك فوليوم فاريشن كله من المونيتور ده. زي ما قلنا في ليميتيشن من ضمنها ان الميكانيكال فنتيليشن وذ لو تايدال فوليوم، طبعا كل الناس دلوقتي بتشتغل على لانج بروتكتيف استراتيجي فبتشغل لو تايدال فوليوم، احنا هنا قلنا لازم يكون 8 مللي بير كي جي او اكتر. فانت لما تيجي تقيس القصه دي في الاي سي يو، زود التايدال فوليوم لحد ما تظبط، وبعد كده نزله تاني. لازم ما يكونش العيان فيه اوبن ثوركس، لان لو فتح يبقى انت بوظت الترانس ثوراسيك بريشر، صح؟ انكريز ابدومينال بريشر مش هينفع، سبونتينس بريدنج مش هينفع، الريجولار هارت بيتس لو فيها ريزم مش هينفع، اللو هارت ريت ريسبيرتوري ريت ريشيو مش هينفع. يبقى انت دي الليميتيشن بتاع الدايناميك بارامترز اللي احنا اتكلمنا فيها. ده جهاز اسمه الليتكو، بيعتمد على حاجه اسمها البيناز ميثود، احنا اتكلمنا عليها في البلاد بريشر ميجرمنت، قلنا ان في اجهزه بتقيس البلاد بريشر بيت تو بيت، بيعمل كونتينوس بلاد بريشر مونيتورنج نون انفيزيف، كان من ضمنها حاجه زي البالس اوكسيمتر، بتستخدم حاجه اسمها بيناز ميثود. الليتكو عملت حاجه شبهه، حط على الصبعين كده نون انفيزيف من غير اي ابتعاد، وبيبدا يحسب لك البلاسيدموجرافي فاريشن، او بيحسب البالس بريشر فاريشن من البتاع ده. طيب اللي احنا قلناه ده كله وصلنا لحاجه اسمها جول دايركتد ثيرابي، تمام. ان انا دلوقتي هقسم المحاليل بتاعت العين الى جزئين، جزء اسمه مينتنانس هنمشيه زي ما كنا شغالين في الريستريكتيف فلويد ثيرابي من 1 لـ 3، زودوها هنا خلوا المينتنانس من 1 لـ 4 مللي بير كي جي بير اور، ده اسمه مينتنانس. وعندي حاجه ثالثه اسمها فوليوم، الفوليوم ده هيعتمد على العيان، هل هو فلويد ريسبونسيف، يعني لو اديت له محاليل هيستفيد بيها وهو محتاجها وهيبقى فوليمك، ولا مش فلويد ريسبونسيف فما اديلوش محلول. يبقى انا الفوليوم اللي هديه بعد كده معتمد على مين؟ على ان انا هقيس الدايناميك بارامترز اللي هي ستروك فوليوم فاريشن وكارديك اوت بوت، واشوف العيان محتاج محلول ولا لا. حلو كده، ده هو ده الجول دايركتد فلويد ثيرابي، ان انا بديله مينتنس بتاعه على 1 إلى 4 مللي بير كي جي بير اور، وعندي حاجه اسمها فوليوم، ان انا هدي العيان بقى الفوليوم حسب هو الهايبو فوليميك، هايبر فوليميك، نورمو فوليميك، هيحسبها منين دي؟ هحسبها من ستروك فوليوم فاريشن وكارديك اوت بوت. طيب الجول دايركتد ثيرابي متقسم الى 4 مراحل، المرحله الاولى بري اوبراتيف، زي ما اتفقنا العيان هنمينيمايز الام بي او تايم بتاعه، فانا هسمح له يشرب ميه لحد قبل عمليه بساعتين، بل انا هشجعه وهجيب له الانشور او هجيب له اللي هو الكومبلكس كاربوهيدرات درينك بايدي اديله قبل عمليه بساعتين، عشان ما تقوليش عوض الصيام. حاجة تانية، بلاش باول بريباريشن، انت مصر وجراح رخم، خلاص يبقى اديله ايزو اوزموتيك ايجنت عشان تقلل اللوسز. بعد كده نشوف ريسك ستراتيفيكيشن بيز اون افيلابل اند فاليديتد سيرجيكال ريسك كالكوليترز، زي مش عارف ال ان اس كيو اي بي والسورت بتاع، نشوف ايه في الاخر. احنا هنقسم العيانين والجراحات الى ريسكي ونون ريسكي، ريسكي بيشنت وريسكي اوبريشن، ونون ريسكي بيشنت ونون ريسكي اوبريشن. لو انا عندي العيان ريسكي بيشنت او عيان هيعمل ريسكي اوبريشن او ريسكي بيشنت هيعمل ريسكي اوبريشن، يبقى انا محتاج استخدم الحاجات دي، محتاج اقيس سوك فوليوم فاريشن وكارديك اوت، اشوف الديناميك بارامترز. يعني زي ما قلنا لدرجه في بريطانيا كانوا عاملين كارديو كيو، قال لك اي مريض في الدنيا
هيعمل ريسك اوبريشن او ريسك بيشنت، تحط له ترانسوسفجال ايكو او دوبلر عشان نشوف القصه دي. تمام. طبعا الكلام ده مش متوفر في كل الدول، ولا المونيتورز دي موجوده في كل الدول زي ما احنا كلنا عارفين من غير تفاصيل يعني. طيب ده الايه بري اوبراتيف. انتر اوبراتيف قلنا هنعمل مينتنس على واحد من اربعه، من واحد الى اربعه مللي بير كي جي بير اور، والجايد بتاعك ان احنا نكون قريبين من الزيرو بالانس. انا مش عايز ادي العيان هايبر فوليميا بالمينتنس، انا لسه بديله مينتنس فمش هديله محاليل زياده، فالمينتنس خليك التارجت بتاعك على زيرو بالانس. حلو. وبعد كده هنشوف بقى العيان ايه هاي وهايبر هايبو فوليميك، هنشوف القصه دي. بس انت خلي المينتنس بتاعك على الجزء بتاع الزيرو بالانس، وبرده البلاد نص نفس القصه، واليورين اوت بوت هنعوضه وكل شيء مفيش مشكله. طيب دلوقتي انا عايز اعرف هل العيان ده هو هايبو فوليميك ولا هايبر فوليميك ولا ايه قصته؟ قال لك لو احنا بنتكلم عن لو ريسك بيشنت في لو ريسك اوبريشن، انت استخدم الستاندرد مونيتورز العاديه خالص، ما تقعدش تكبر الامور. بلاد بريشر نون انفيزيف مع الهارت ريت والاس بي او 2 مع بارزوك زي ما يعني، والكاب نوجرام والاي سي جي والتمبريتشر والحاجات بتاعتك تشتغل بلدي. طيب لو في مودريت ريسك سواء الاوبريشن او البيشنت او هاي ريسك اعمل ايه؟ لا يبقى انا هشوف هل في مشكله ولا ما فيش مشكله. ماشي. المشكله دي زي مثلا هاي العيان داخل مثلا هايبوتنسيف، ماشي، داخل على فازو بريسور، داخل ولا مش العيان فيه مشكله من الاساس او الجراحه فيها مشكله من الاساس. لو مفيش مشكله اللي هي تعتبر لو ريسك اوبريشن مثلا او لو ريسك بيشن، خلاص هنرجع زي نفس القصه هنا الستاندرد مونيتورز عادي خالص. طب افرض في مشكله، يبقى انا هبدا اشوف الستروك فوليوم فاريشن والكارديك اوت بوت. خلاص. بالنسبه للعيان او الجراحه الميديم ريسك، هشوف الفلويد ريسبونسيفنس بس اللي هي ستروك فوليوم فاريشن اقل من 10%، ايوه ما تديلوش حاجه. اكتر من 10% بديله محلول، يبقى محتاج محلول. اديله بولاسز بقى، اديله 100 في 100 في 100، اديله 200 في 200 في 200، 250 250 كده، لحد ما الاقي ان ستروك فوليوم فاريشن 10% او اقل، يبقى انا كده ايه وفيت العيان حقه وما عادش هايبو فوليميك ولا حاجه. مظبوط كده. هديله كريستالويد ولا كولويد؟ انت حر. في اوروبا وبريطانيا بيدوا كريستالويد، في امريكا بيدوا كولويد. طيب العيان الهاي ريسك، هشوف الستروك فوليوم والكارديك اوت بوت والفلويد ريسبونسيفنس. عشان كده حطيت لك الستروك فوليوم الاول والكارديك اوت بوت الاول، وبعد كده حطيت لك الايه الفلويد ريسبونسيفنس ثالث حاجه، وتبدا برضه تمشي بنفس القصه وبتبدا تريفرس البروبلم. يعني العيان كان هايبوتنسيف مثلا في العمليه، بقى هايبوتنسيف معاك، وصل يا ابني البتاع، حطينا له ارتير لاين وصلناه على الفيليو، ويست ستروك فوليوم فاريشن، لقينا ان الستروك فوليوم فاريشن اكتر من 10%، يبقى يعني محتاج محلول. هبدا ريفرس البروبلم ان هديله ايه بولاسز كده من المحلول لحد ما الدنيا تظبط. وصلنا ان الستروك فوليوم فاريشن بقى اقل من 10% والعن ما عادش هايبو فوليميك بس لسه هايبوتنسيف، يبقى اديله مثلا فازو بريسور بقى، او شوف لو مشكلته في الكونتراكتيليتي يبقى تديله انتروب، وهكذا. خلصنا العمليه الحمد لله بالسلامه. يبقى عندنا مرحلتين، مرحله اللي هو الايميديتلي بوست اوبراتيف اللي هي اول 12 ساعه بعد العمليه. قال لك في الحاله دي اديله اي في فلويد 1 سي سي بير كي جي بير اور على بامب، اما اجيب له انا المحلول واظبطه وامشيه له 1 سي سي بير كي جي بير اور على انفوجن بامب عشان نظبط. اول لما العيان يقدر يتوليريت يشرب او ياخد اورال انتيك، وقف بقى الانفوجن ويشجعه يشرب ميه وياكل اورال. يعني مونتمايثن اللي بقى قلنا اسمه كذا مره النهارده، ده بيشيل الكانيولات في الورد، يعني طلع يعني الورد اطمن عليه او بيشيل الكانيولا يرميها ويقول لهم بقى خلاص ظبطوه اورال. ليه؟ لانه قال لك انا ان هو يعني مونتمايثن كان بيظبط العينين بري اوبراتيف وانتر اوبراتيف، بيطلعهم الورد ويروح ينام في بيته، يجي الصبح يلاقي ان الريزيدنت اللي كان بايت في المستشفى قالوا له مثلا عن كان هايبوتنسيف، راح فقعه 3 لتر نورمال سلاين مثلا، يبقى خرب له كل الدنيا. فبالتالي كان بيشيل الكانيولات، اول لما يبدا ياكل ويشرب يشيل الكانيولا ويقول له عم عطشان اديله، ما تديلوش محلول على الفاضي. طيب بعد 12 ساعه هنعمل حاجه اسمها ديمز بقى. ديمز دي عباره عن درينك ايت انالجيزيا، العين يتحرك وسليب، العين يبدا يشرب بدري ياكل بدري، اديله ميديكيشنز اورالي، حتى الادويه بتاعت البين مانجمنت اديها له اورالي، ما تخلوش ياخد حاجه في البتاع مضاد حيوي واديله اورال، والاورال انتي بايوتيك زي الاي في. تمام. وخليه يتحرك بدري عشان دي في تي والكلام ده كله، وينام كويس. الحاجات دي لو حصلت يبقى يروح البيت، يعني لو بياكل ويشرب، العيان بياخد ادويته اورال، بيتمشى عادي وبينام عادي وبين فري، هيقعد في المستشفى يعمل ايه؟ خلاص هيروح. يبقى انت كده ظبطت العيان تماما يا باشا. طيب طريقه تانية للتفكير، انا دلوقتي عندي كلينيكال بروبلم زي ما يكون العيان هايبوتنسيف مثلا، افكر ازاي؟ اول حاجه افكر عشان اوصل ايه سبب المشكله.
العن هايبوتنسيف، هل ممكن ده من البروبوفول ولا ده شوك من البلاد لوس ولا دي تاكي كارديا مسترجيكال ستيموليشن؟ لو تاكي كارديا مسترجيكال ستيموليشن افتح له شويه، اديله انالجيزيا وهكذا، يعني تبدا تشوف المشكله فين. طيب انت شايف ان مفيش مشكله في دول، والعين قد يكون بريلود او كونتراكتيليتي او افتر لود، الثلاثه اللي قلنا عليهم. يبقى في الحاله دي شوف بقى الادفانس مونيتورز، شوف الستروك فوليوم فاريشن وكارديك اوت بوت وبتاع، وابدا احسب. تمام، خصوصا في العيان الميديم والهاي ريسك جروب سواء اوبريشن او بيشنت. وشغل مخك بقى، اللي هو لو مشكله العين في الهايبوفوليميا اديله محلول، مشكلته في فازو دايليتيشن اديله فازو كونستريكتور، لو مشكلته في الكونتراكتيليتي اديله انتروب. وبالتالي الحكايه هتمشي كده وتفضل تريبيت بقى الموضوع ده كل ما يحصل، كل ما هايبوتنشن. يعني احنا مثلا في العمليات بتحصل كتير، حاله نايمه واخده سباينال ضغط وتي، يقوم مديله ايه؟ افيدرين، صح؟ او فينايل ايفرين مثلا يعني. طب ممكن يكون محتاج محلول، والعكس عيان عنده اليورين اوت بوت قليل، يقوم جاي يدفعه محلول، وممكن تكون مشكلته ان القسطره بره مثلا اساسا يعني. فيعني ايه؟ المفروض انت تبدا تشغل مخك، ايه المشكله؟ المشكله فين في القصه دي؟ طيب مونتي مايثن الاخ ده بيتكلم على البيري اوبريتيف فلويد مانجمنت كونسنسس ستيتمنت فروم ذا انهانسد ريكفري بارتنر شيب، الدراسه اللي بتتكلم عنها. فكان بيتكلم على انت محتاج المحليل ليه؟ بيقول لك افويد البوست اوبريتيف اي في فلويدز وين اتس بوسيبل، اول لما اقدر اقلب العيان من المحاليل للاورال خلاص. ودايما نسال نفسك سؤال، وات ار وي جيفنج فلويدز فور؟ انا بدي المحاليل للعين ليه؟ يعني دلوقتي العين طالع الورد دلوقتي، طبعا هي اخطر فيك اخطر مرحله في الموضوع كله البوست اوبريتيف، دي الفتره اللي العين بتروق فيها، لانه زي ما هو المعلم ده حصل معاه كده بتروح الورد ما تعرفش عنه حاجه. فبقول لك انا هدي له مينتنس فلويد، عين مثلا صايم وبتاع هدي له. طب ما انت تدي له ليه؟ طب ما انت بوش ايرلي درينكينج اند ايتينج، خليه يشرب وياكل بدري، بدل ما تدي له محاليل اي في اديها له اورال. ريبليسمنت فلويد، قال لك كونسيدر اورال بيفور اي في اند كونسيدر بريسكرايبنج اورال فلويدز. يعني انت دلوقتي العيان هنريبليس، هنديله الفلويد ده كريبليسمنت يعني. طب ما انا اخليه يشرب احسن، واللي يخليك تكتب له محلول كل 8 ساعات مثلا زي ترينجر، اكتب له كل 8 ساعات بق ميه، وخلي الممرضه او اهله او كذا يسقوه اول باول. ولو انت محتاج المحليل للريسسيتيشن، يبقى احنا في الحاله دي هنستخدم الجول دايركتد فلويد ثيرابي. يبقى انا هشوف العيان اصلا هو محتاج ولا، اشوف السروك فوليوم فاريشن، اشوف كارديك اوت بوت، اشوف السروك فوليوم، اشوف الحاجات اللي هي الدايناميك بارامترز دي، واشوف هي العين مشكلته اصلا في المحلول. يبقى انا هديله المحاليل جايدد بالكلام ده، سروك فوليوم فاريشن اكتر من 10% اديله محلول، لسه اكتر من 10 اديله محلول، اكتر من 10 اديله، اقل من 10 خلاص يبقى مش محتاج محلول، صح كده؟ يبقى انا بشوف الريسستيشن، هل مشكله العين في المحلول اصلا ولا في حاجه ثانيه؟ طيب طبعا الإيراس اللي هي ظهرت اول لما تاسست، اسسها اتنين دكاتره 2003، واول كلام قالوه في الطب 2005، ودلوقتي ملء الاعين والابصار في اوروبا والدول المتقدمه، والنايس جايد لاينز شغاله بيها، ودول كتير شغاله بيها جدا. قال لك احنا عايزين في الاخر بيتر اوتكمز انهانسد ريكفري افتر سيرجري، يعني انا عايز احسن الاوتكمز بتاعت الاوبريشنز. انا عايز ايه؟ انا عايز انكريز دي بيشنت ساتسفاكشن وذ كير، عايز ديكريز بري اوبراتيف كومبليكيشنز، عايز ادكريز اللينث اوف هوسبيتال ستاي، وبالتالي هامبروف اليوز اوف هوسبيتال ريسورسز. ما انا لما ادي العيان محاليل ملهاش لازمه، ده استخدام سيء للريسورسز. اديله ناركوتكس مثلا اي في وهو ممكن ياخد باراسيتامول اورال، يبقى انا بستهلك الريسورسز، وهكذا. فعملوا الثلاث حلقات اللي فوق اللي هي البري سيرجري وديورنج وبوست. بري سيرجري بيشنت اديوكيشن اند بري سيرجري كونسلنج، الجراح او النيرس هيقابل المريض يشرح له، هديله كربوهيدرات درينك برايور تو سيرجري زي ما قلنا قبلها بساعتين، هديله الكومبلكس كربوهيدرات درينك عشان يقلل الانسولين ريزيستنس ويحسن الجاستريك موتيليتي بوست اوبراتيف، ويقلل الريسك اوف اسبيريشن، ويقلل ثيرست اوف اند هانجر، ويقلل الاسيديتي بتاع الجاستريك كونتنت والكلام ده كله. وقال لك يوز اوف ابيدورس فور بين كنترول، انا دلوقتي عندي عين بري سيرجري وعنده بين وهيدخل عمليات، طب ما انا اركب له الابيدورال من بدري عشان اخف له في الاخر برضو ايه الادويه اللي هياخدها اي في. During surgery goal directed fluid management ده اول ايتم، ما تديش محاليل جزافا، لا قسم المحاليل زي ما قلنا مينتننس عندك من 1 ل 4 مللي بير كيجي بير اور، وخلي التارجت بتاعك زيرو بالانس. بعد كده عندك اللوسز عوضها، وعندك فوليوم اللي عنده هايبو ولا هايبر ولا ايوفوليميك هقيسها بالستروك فوليوم فاريشن والكاردياك اوت بوت والكاردياك اندكس والحاجات اللي هي الايه
اللي هي بيسموها دايناميك بارامترز دي، واشوف محتاج محلول ولا لا، محتاج تديله مش محتاج ما تديلوش. جاديشس يوز اوبويد بين ميديكيشنز لانها مشاكل، وشورتر انسيجن ان يوز اوف لابروسكوبيك ابروتش وين بوسيبل، لان هم في الحقيقه برضو في المحاضرات اللي بيقولوها بيقول لك ان معظم الدكاتره او كتير من الدكاتره بيرفض القصه دي كلها ومصر يستخدم النظام الاولاني احسن. واظن في ناس كتير من اللي سامعين الفيديو لحد المحاضرات دي لو وصلت هنا هتقول لي طبعا المقتنع بالنظام الاولاني، ايه اللي دخلني في القصص دي، خصوصا ان مش كل الاماكن فيها المونيتورز المتقدمه اللي بتقيس الكاردك اوت بوت. يعني انا حتى يعني انت هتستخدم الحاجات القديمه سوان جانز والانديوثيانين جرين والبتاع اسمها والليثيوم مش موجود، ولو اتكلمت عن المونيتورز الجديده سوك فوليوم فاريشن كاردك اوت بوت وبتاع نون انفيزيف مش موجوده في كل الاماكن. فانا مش هدي ريستريكتيف لان خاف على من رينال فيلير، انا هفتح له محاليل والاي سي يو ظبطوه بعد كده. فهو قال لك خلاص يبقى انت لو صومته ولو عملت شورتر انسيجن في لابروسكوبيك مثلا او كذا او شورتر انسيجن، يبقى الثيرد سبيسوس اللي انت بتحسبه على الطريقه القديمه قليل اصلا. يعني انت حتى لو انت طبقت الكلام ده اهو واستخدمت طريقتك القديمه في المحاليل مش هتدي محاليل كتير. ليه؟ لان اللابروسكوبيك سيرجري خلاص الثيرد سبيس لوس اللي انت هتحسبه التيشو انجري بسيطه، تحسب من صفر لاثنين بس ملي بير كي جي بير اور مش مشكله، بدل ما تحسب له 8 و10 و15 ملي بير كي جي بير اور، فكده الدنيا اتحسنت. وقال لك كيرفول كونسيدريشن اوف بلاد ترانسفيوجنز. طبعا دلوقتي في حاجه اسمها ريستريكتيف بلاد ترانسفيوجن استراتيجي برضه هنتكلم ان شاء الله لما الفيديو بتاع البلاد ترانسفيوجن. بوست سيرجري ايرلي بوست بروسيدور موبلايزيشن ايرلي ريموفر اوف تيوبس اند درينز، اول لما العين يقدر يمشي يتمشى عنده درينز اول لما ينفع تتشال تتشال، وكل الحاجات اي اندولين كاثتر شيلها، ركب سي في بي حتى الكانيولا شيلها، يهون كاثتر شيلها كله تشال. ويرلي ترانزيشن تو اورال بين ميديكيشنز، انا مش عايز اديله ناركوتكس كتير، مش عايز اديله حاجات كتير اي في، فانا عايز حاجات اورال. ويرلي الاونس اوف فود انتيك، اول لما ينفع ياخد اورال فود اديله، وبالتالي تحصل ايه البيتر اوت كامز. دي شكل تاني ومكتوب فيه نفس الكلام بالظبط بس بتفاصيل اكتر شويه، وقف الفيديو واتفرج عليه. كده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاع البيري اوبراتيف فلويد مانجمنت. ما تنساش ان في فيديو اللي هو بتاع الاوسموزيس اتشرح فيه جزء عن المحاليل بيبدا من كلمه تونسيتي في الديسكريبشن بتاع الفيديو بتاع الاوسموزيس، هتلاقي تونسيتي وبتبدا في الدقيقه كام، دوس على رقم الدقيقه اتفرج على الجزء بتاع المحاليل ايه البادي فلويد كومبارتمنتس والتوتال بادي ووتر والمحاليل هايبو هايبر وايزوتونيك سوليوشنز وتوزيعها ازاي والكلام ده كله. وهنعمل ان شاء الله كمان فيديو هنتكلم فيه عن الكارديك اوتبوت ميجرمنت عشان نوضح هكذا سوك فوليوم فاريشن والسوك فوليوم والكارديك اوتبوت والكارديك اندكس، ونتكلم عن شيتا والفيليو والاجهزه دي كلها بتشتغل ازاي. الى اللقاء قريب جدا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.